يسعد لي مساكم مشاهدي ببيروت الاوفياء ولا محطتنا دائما الال بي سي. اليوم مثل العاده لقاء جديد بيجمعنا لمده ساعتين ونص من الوقت نترافق فيها انا وزميلي ليفين. يسعد لي مساك ليفين. مساء نور سشو، شو الاخبار؟ الحمد لله انت كل شيء منيح؟ انا منيحه الحمد لله. اكيد ما نرحب بكل المشاهدين اللي رح يقضوا معنا رحله برحلتنا اليوميه ساعتين ونص، ومثل العاده اليوم عندنا فقرات عديده ومتنوعه. مثل ما قلتي يا ليفين، خلينا نشوف نحن والمشاهدين شو حضرنا لكم من مواضيع لحلقتنا لليوم بهاللمحه السريعه. موضة السيدات الأوائل عربيا وعالميا، موضوع الإيمج كونسلتنت سارة مرتضى. بين 20 و 30 حياة مختلفة بتقبل عليها المرأة، هيدا اللي رح نناقشه مع دكتور نبال أميوني. الزهور تضفي رونقا خاصا على ديكور المنزل مع ألفريد زخور. وبيطل علينا الشيف حسين عبد الساتر مع اشهى الوصفات. بنرحب بضيوف فقرتنا الاولى، خبيره الاتيكات سلام سعد. اهلا وسهلا فيكي سلام. يا هلا بالصبايا. مش ناقصين اليوم انا بس حلوين. حبيت غيرك بس مش بعد. كثير حلوه جاكيتك ساشا، وانت واللون شو هاللون. وخبيره التغذيه ديانا طنوس، اهلا وسهلا فيكي ديانا. اهلا وسهلا فيكم. شو اخترتي موضوع اليوم؟ غذائي واكيد في شق طبي مثل العاده. من كل النواحي لنكمله للموضوع. موضوعنا اليوم عن مرض الكلى، كيف فينا نتفادى انه نوصل للغسيل، نحافظ على شغل ووظيفه الكلى اللي عندنا، نحافظ عليهم. رح تنضم لنا اكيد اخصائيه بمرض الكلى دكتوره سابين كرم. اوكي، الشق الغذائي مع الشق الطبي مثل ما تعودنا. صحيح. مثلا شفنا بالمانيو عن السيدات الاوائل عربيا وعالميا. نعم. رح نحكي اليوم صبايا شو الميزات اللي بتخلي سيده اولى او زوجه رئيس او زوجه او اميره او ملكه تلمع هيك وتشاين. شو الخصال المطلوبة لها وشو الاتيكيت والبروتوكول اللي بتحكم صفات وشخصية السيدات الأوائل لبناني عربيا وعالميا. ومع نعم. سارة كمان مرتضى الإيمج كونسلتنت. رح نكون مع بعض نحن وسارة. رح تكونوا مع بعض بالسيجمنت، بنعلق شوي على الألوان وعلى الملابس وعلى الانطباع. على كل حال دائما سارة مواضيعك هيك مميزة وشيقة، فأكيد رح نفوت بكل تفاصيل لمواضيعنا خلال سياق حلقتنا، وبنبدأ بجولة حول العالم. واليوم أنا خبريتي عن مسابقة للجمال بطل تقتصر على الفتيات وعلى الصبايا، انما على الطيور ايضا، فصار في منافسه كمان على الاشخاص على البشر اجمالا، ولكن على الطيور صارت عم تتنافس على هاللقب بمعرض عراقي لطيور الزينه. وهالمسابقه اقيمت بمدينه البصره بحضور 92 مشارك من العراق ودول الخليج، ومن معايير جمال عند الطيور العنق والساق القصيرين مع عرض الكتفين وطول جناح، كلها بتجعل من طير البخارى رمز للجمال. ويبدو انه اصل هالطير هو من مدينه او جزيره بخارى باندونيسيا، وايضا صار يتطور باوروبا وامريكا واصبح نموذج بيقتضي في طيور الزينه. وفازت ثلاث طيور من حمامه بخارى في المسابقه اللي استمرت لحوالي 9 ساعات، واللي راح تكون خطوه ايجابيه للمشاركه بالمسابقات الدوليه والعالميه. حلوين هالطيور. حلوين. حلوين. اذا لاحظتوا صبايا في ريش على اجريهم، يعني باللبناني بنقول دجاجه او طير مشرول، يعني حاطط شروال على اجريه. هلا بتخيل الجائزه هو بكفيه كم حبه قمح، الجائزه لصاحب الطير اللي بيكون فخور جدا بطير ربحان. وفي شروط ومعايير كمان، يعني مش اي طائر ممكن يشارك بهالمسابقه. انا اول مره بشوف هالطير بس جميل فعلا جميل. حلو. انا بحس هيدي لفته كمان لتشجيع المحافظه. صحيح. على البيئه. على البيئه وغيرها. انا خبريتي مثل ما بنعرف الفن قديش مهم وله رساله، ولكن مش فقط محصور بالارض انما حتى بالفضاء. الفنانه البريطانيه ساره برايتمان قررت انه تقدم وصله غنائيه على الفضاء. بالفضاء. كيف عم تستعد؟ خلينا نشوف نحن وياكم بهالخبر. عم تستعد هالفنانه للانطلاق برحله الى الفضاء خلال اشهر لتغني على متن محطه الفضاء الدوليه اللي بتبعد 260 ميل عن الارض. وعم تتدرب ساره حاليا بمنطقه ستار سيتي بالقرب من العاصمه الروسيه موسكو. من المقرر انه تنطلق رحلتها الى الفضاء بالاول من سبتمبر المقبل. وراح تمضي هالمغنيه اللي بتبلغ من العمر 54 عام 10 ايام على متن محطه الفضاء الدوليه.
وأشارت إلى أنه الغناء بالفضاء مختلف تماماً عن الغناء على الأرض. وقالت بطلة مسرحية Phantom of the Opera أنه فريق عم بيحاول العمل على التفاصيل الفنية للعرض اللي رح تقدمه على محطة الفضاء، وهي عم تشتغل على أغنية بتناسب فكرة الفضاء. ممكن ما في شيء مستحيل. ما بعرف فيروز غنت. نعم ديانا. انا بقول فيروز غنت بالستينات نحن والقمر جيران، صار لازم نقول نحن وساره والقمر جيران. ما بعرف صوتي بيطلع حلو او يكون على القمر. ما هيدا اللي اختلف، لانه الجاذبيه بتختلف. في اغنيه مناسبه يعني عم تشتغل عليها بتناسب هالموضوع، ويعتقد انها دفعت حوالي 34 مليون جنيه استرليني لتكون سائحه بالفضاء. ويبدو انه تحملت هي تكلفه رحلتها، بس ما افصحت عن المبلغ لاسباب تتعلق بالعقد الموقع لهالمشروع. يعني اول فنانه بالفضاء. لنشوف مين رح تكون اول فنانه عربيه على فكره. لنشوف مين. يس. يعني كنا عم نسمع قبل كمان انه ليدي غاغا حابه توصل للفضاء وسبقتها. سبقتها. هلا ما بتعرف انه هلا لسبتمبر شو بصير. بلكي سبقتها. بلكي ليدي غاغا من هلا لقبل سبتمبر. هي عايشه على الفضاء ليدي غاغا. بكوكب خاص. بكوكب خاص عايشه. بتعلي شوي الكعبه بتوصل. صحيح صحيح صحيح. سلام. انا خبريتي الي علاقه باعاده اكتشاف الشعور بالخروج من رحم الامهات، ومتعلق ايضا بشيء اسمه عسل بشهد وعسل. هيدي المقولة عم بنفذها المصور بلاك ليتل، يلي اكتشف انه خلال تصويره لاحد الزبائن هو عم يتناول العسل، خطر بباله فكرة غريبة عبارة عن دهن العارضين او المودلز بكميات من العسل من راسهم لاخمص اقدامهم تحت ما سميه بريزرفيشن. هالخطوة اللي كانت الثيم الخاص بالعسل عم بيدهن اجساد المودلز اللي بتروح اعمارهم ما بين 3 سنين و85 سنة بحوالي 373 كيلو من العسل، وبلحظات خاصة بيلتقط الصور ومبين كأنه عن جد إعادة الخروج من رحم الأم للحياة. واو. صور جدا معبرة غريبة لأول مرة. عايش بيبي يعني عايش كأنه بيبي، كأنه بيبي من شمع أو من شيء. أوكي أوكي. كأنه إمبريو، كأنه جنين إذا بدكم. فعلا شيء غريب. العسل الذهبي عم بيعطي رونق للصور بشكل غريب، لزج ولميع وذهبي وعسل. شيء غريب. هالمعرض رح يستمر لغاية 18 ابريل او نيسان بكوبيكن بلوس انجلوس بامريكا لكل مين بيحب يشوفها. وبتخيل صور غريبة اكثر رح توصلنا. شيء غريب فعلا. هلا العسل كثير منيح للبشرة، بس دعانه كل هالعسل يروح للكب بعدين. جود كواليتي. إذا منه جود كواليتي ما بتطلع هيك. ما بيطلع اللون، ما بيطلع اللون هالقد حلو. حلو فعلا. ممكن تجربوها صبايا نيفين انه صوره لابسك بالعسل. هلا ما بحاجه انت تطلع كثير. انه ايه بعملها تعمليها. ساشا بفكر فيها يعني قديش صورت وهيك، بس انه ولا مره بالعسل. ايه بالعسل. ما بعرف اذا حتكوني مرتاحه كمان. ايه. تعبري بالصوره. على فكره بعض العارضين كانوا مزعوجين من البقاء بالعسل لفتره طويله، والبعض ما كان عنده مشكله، بس النتيجه النهائيه يعني للصور عم بتكون غريبه. ديانا احساس بدب من غم من غمسك بالعسل لناخذ صوره. لا لا رفض تام كله. طيب شو خبريتك ديانا؟ اوكي خبريتي من صحيفه الديلي ميل البريطانيه عن ولد اسمه ايون كولينز. ايون اكتشفوا انه عنده حاله مرضيه نادره اسمها البيكا، وبحيث المريض بيصير يتناول اشياء غير غذائيه، يعني مواد منا اكل طبيعي مثل الرمل مثل الحجار مثل القش او الاشز تبع السيجاره. رماد. رماد. نعم. اكتشفوها عنده لايون بعمر 3 سنين، ولكن صارت الاشياء تتطور عنده وصار ياكل الطرش تبع الحيطان ببيته. اجمالا هذه الحاله المرضيه بنلاقيها عند النساء الحوامل بمجتمع شوي فقير اجمالا بيكون، واسبابها بتعود انه الشخص اوقات يكون عنده نقص بنوع معين من المعادن مثل الحديد، وبصير ينبش عليها بالمواد اللي حواليه.
او بتبقى كمان شويه بيهيفير او شيء سايكولوجيكال حواليه، والعلاج بصير يتناول البيئه اللي حوالي الشخص نفسه، وايضا اذا عنده نقص غذائي بيتعالج كمان. بس مهم انه انتبهوا الاهل على هالولد بعمر 3 سنين بيعاني ضروري اكيد حاله وطبعا بيتم معالجته. ضروري علاج خاصة الأطفال لأنه هذا الشيء بيسبب مشاكل بالنمو ونمو الفكري حتى. صحيح بصير عنده كثير مشاكل بالجسم وبالعقل. في علاج غذائي مثلا لهيك حالة؟ بحال إذا عنده مثلا نقص بالغذاء أكيد أوكي، ولكن إجمالا بيكون سايكولوجيكال أكثر، نفسي والبيئة اللي حواليه، وبيكون في علاج للأهل كمان كيف يحموه من هالأشياء الخواطر اللي حواليه. صحيح خاصة بهالعمر 5 سنين، انا بعرف الاولاد بعمر سنة او ما اقل بيستحلوا الشكل وبيحاولوا يحطوه بتمهم ليدوقوه ان كان تراب ولا جمر ولا حتى فحم، بس بهالعمر مشكلة في فترة. في كثير اوقات بنسمع عن حوامل بياكلوا الرماد تبع السيجارة، هيدا نوع من الكيكة هلا مجتمعنا يعني. انا بعرف انه بيخلطوا نكهات غريبة الحوامل كمان تعتبر قريبه لقلبي كمان. شيء مش اكل؟ ايه اكيد البيكا شيء مش ياكل، شيء مش اكل مش ادبل مش ادبل اكزاكتلي. لكن هيدي كانت اخبارنا وجولتنا على اخبار العالم. ديانا شو رايك انا وياك ننتقل على المطبخ عند الشيف حسين عبد الستر لنشوف شو محضر لنا لليوم، ولانت تعطينا تنشوف اذا انت حتكوني راضيه عن المكونات وعن كل شيء حتحضر اليوم. دائما راضيين الشيف، ستعودوا علينا. هاي مناظرة. كيفك شيف؟ ماشي الحال. بلشنا دغري دغري على السريع. بلشنا نحن اليوم عاملين نندش، اول واحد سلاد بنشي سالد. نعم. والثاني فيليه سمك مع صوص مونيير. نعم. هلا نحن هون البنشي سالد بدنا لها خس دولوروسو، خس ايسبرغ. نعم. تلميتو، سبيرج، بيبي كورن وارضي شوكي. فينا نقدمها كمان مع عده صلصات. المجتمع اللبناني دخل له كذا نوع من انواع الصلصات، ولكن احنا حبينا كذا نوع منهم. فاليوم نحن مقدمينها مع صوص ليمون ماستر، فينا نقدمها مع صوص ليمون اويل، فينا نقدمها مع مايو. نعم. هيدا اول هيدا حتكون السلاد. اكيد راضي عن السلاد لانه كل المكونات صحيه اصحاب، وحتى الصوص كمان منه ابدا بتعرفي ضروري يكون في شويه زيت بالصوص تبع السلطه لانه فيها انواع من الفيتامينات مش موجوده بغير مطاري. نعم. وفيها الدهون يلي هي الجسم بحاجه لها، اوميجا 3 اوميجا 6، هودي كلهم ما بيعملهم الجسم، ينتكل على الزيوت انه ياخذهم. وهذا السلاد كل المكونات الموجوده فيها بتساعد للي عندهم مشاكل الكلى. نحن مع مشاكل الكوى هلا الكلى كوى رح نشوف انه في شويه انتباه للبوتاسيوم اللي بيجي من الخضره والفواكه، رح نحكي عنه بعد شوي. ولكن اوكي اكيد شيف بدنا نحكي كمان عن المين كورس، شو رح يكون اليوم؟ المين كورس عاملين فيليه سمك مع صوص مونيير. فيليه سمك رح نشويه بطريقه كثير هيلثي. نعم. بدنا نشويه شوي. نعم. بدنا نقدم معه خضره كمان، خضره مشويه، لانه اليوم عم ملاكي بالعصر اكثر العالم اليوم صارت عم تتبع الاشياء الصحيه، اشياء الشوي. نعم. اكثر من السلق او اكثر من القلق اكيد. هلا نحن فينا نسلقها سلق، بس اذا سلقناها خلال سلقها بتفقد المواد الفيتامينات الموجوده فيها. فاذا شويناها شوي بتضل محافظه على لونها، بتضل محافظه على الفيتامينات الموجوده بقلبها. نعم. شو ديانا؟ نو 100% منيح المين كورس؟ فيه شيء بتحب تنسي له نظره للشيف قبل ما يبلش فيه؟ لا نحن صرنا ننبسط هلا بالعالم انه بتسال كيف معمول هيدا الطبق. صحيح. لانه زادت الامراض كثير وصاروا لا عم ينتبهوا على اكلهم بكير تو بريفنت، انه يتفادوا انه يصير في امراض. سو كمان قادمين مع صوص المونيير اللي هي الزبده وعصير حامض وقليل من الكريم الفريش واكيد شوية كريم. اكيد رح نطلع عليك كل شوي شيف ونشوف وين صرت بتحضيراتك. رح نتركك هلا ترتاح بمطبخك وتعمل اللي بدك اياه لندوق باخر الحلقه. وهلا عوده لعند ساشا والمزيد من الاخبار. طلع عليك كل شوي وندوق كمان. الموسم الخامس من جيم اوف ثرونز اقترب، خلينا نشوف التفاصيل نحن وياكم بهالتقرير. Things more hateful than failing to protect the one you love. There's no justice in this world. Not unless we make it. Avenge them. I believe men of talent have a part to play in the war to come.
بعد شهر واحد فقط وفي 12 من نيسان المقبل ينطلق عرض الموسم الخامس من المسلسل الأضخم على الإطلاق Game of Thrones الذي بثت المشاهد الأولى منه ترويجا لبدء عرضه قريبا. I'm not going to stop the wheel. I'm going to break the wheel. Stannis Baratheon has an army at Castle Black. He means to take the north. This is the time, and I will risk everything. Winter is coming. We know what's coming with it. We can learn to live with the wildlings. We can add them to the army of the dead. تصوير الجزء الخامس كان قد انطلق في تموز 2014 في بلفاست إيرلندا وانتهى في كانون الأول من العام الماضي بعدما تنقلت مواقع التصوير في أنحاء مختلفة من إيرلندا حتى إن بعض المشاهد صورت في إسبانيا. The Seven Kingdoms needs a ruler loved by millions with a powerful army and the right family name. Good luck finding him. Who said anything about him? يذكر أنه من المقرر أن يتم قريبا جدا الانطلاق بتصوير جزء سادس من المسلسل الذي تصفه The Guardian بأنه أضخم عمل درامي في التلفزيون والمسلسل الأكثر شهرة في تاريخ التلفزيون رغم نزعته للتركيز على مشاهد العنف أمر يؤخذ على Game of Thrones ولا يؤثر على شعبيته. سيمز راح يكون موسم حلو هيفي. الموسم الخامس من Game of Thrones. لهون بنكون انتهينا من جولتنا على الأخبار وتقارينا. رح نتوقف مع أول فاصل إعلاني. ديانا رح نشوفك بعد البريك تحديدا لنحكي عن كسور الكلى. كل التفاصيل من الناحية الغذائية وحتى الطبية مثل ما حكينا بأول لقاء. سلام بنشوفك بعد شوي. بنشوفك إذا أردنا. دقايق قليلة مع الإعلان وننطلق بحلقتنا لليوم ومواضيعنا اللي اخترنا لكم إياها فتابعونا بعد الفاصل. ستائر مرصعة بكريستال شوارفسكي من سيدار. ستائر مرصعة بكريستال شوارفسكي من سيدار مباشرة من النمسا. ستائر مرصعة بكريستال شوارفسكي من سيدار بريق يخطف الأبصار. ستائر مرصعة بكريستال شوارفسكي النمساوي الأصلي موجودة فقط لدى سيدار. الرياض، جدة، الدمام، الخبر، المدينة المنورة، أبوظبي، دبي، الشارقة، العين، الدوحة، البحرين، مسقط. روزانا تقدم حفلات فبراير الكويت 2015. السادس والعشرين من مارس الفنان رابح صقر. وتصدق اني نسيت من شوقي اني نسيتك. الفنانة نجوى كرم. عالصخ ربيت انك بيتك حرم لبنيت اللي بيت. والفنان ابراهيم الحكمي. من عرفته وهو لحاله ماشي في السكة وحيد. والفنان اسماعيل مبارك. في 27 من مارس الفنان ماجد المهندس. امشي خلاص قلبي خلاص غالي كنت حبك رخص خلاص خلاص. الفنانة إليسا. كل غالي هون يا حبيبي فداك ويهمني ايه غير اني معاك. والفنان مطرف المطرف. لبيه يا فؤادي. والفنان أيمن الأعسر.
شفتك تفاجأت وشرق كل شيء توقعت لأن على مسرح صالة التزلج الكويت. أبو وديع كتير استأنق. أنت فاكر إني هضيع مش هعيش ولا يوم من بعد. مختارات رائعة من أجمل ما غنى السلطان. صرت كل الناس علشانه. أبو وديع صبر وراضي اللي ناسيني وروحي فيه. حاليا في الأسواق. ناري ولهفة قلبي ديري وصهري وحبي. دايما الجواز بيعتبروه حاجه مش رومانسيه. انا بعتبره قمه الرومانسيه. استمتع بكل لحظه بقعدتنا بالشاي بالعشاء. وهذا الوقت بحسه انه هو مهم لالي ومهم لالهم انه نكون سوا. نحن نستمتع مع أصحابنا وخلصنا. الأحد الساعة 7 المساء على LBC. عديت عليك يا سجن القناط وكنت بلوم على سكان. صبحت أنا مبردش نار الوحدة إلا لما تاخد حقها بإيدها. أشوف ليالي عذاب. خليك فاكر بس يا باشا إن أنا نوبة اللي فاتت كنت جاية مظلومة. سجن النساء يوميا الساعة 9 المساء على LBC. ستائر مرصعة بكريستال شوارفسكي من سيدار. منتابع ببيروت. الموضوع الأول اللي رح نطرحه لليوم هو موضوع طبي غذائي بيدور بفلك الكلى. رح نتعرف على مشاكل وعي لجاته ورح نترك خبيرة التغذية ديانا طنوس تعرفنا على ضيفتها. أهلا وسهلا فيك مرة جديدة وبتعرفينا على ضيفتك ديانا. معنا اليوم دكتورة سابين كرم. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيك دكتورة سابين كرم. حيزة على الأمريكان بورد واختصاصية بعلاج الكلى واختصاصية بالضغط من الجمعية الأمريكية للضغط. نعم. أهلا وسهلا فيك دكتور كرم. ناقشت معك دكتور سابين. نبدأ بمشاكل الكلى المزمنة منعرف المشاهدين عنا وكيف ممكن تحقق منها. مشاكل الكلى المزمنة هي تسمية صارت شائعة بالعالم إذا بدكم الطبي صار لها 15 سنة وهي كناية مش بس عن الفشل في الكلى. يعني نحن هدفنا كأطباء كلى نوعي الجمهور على مشاكل الكلى مش وقت يصير في فشل بس قبل ما يوصل هالفشل. لذلك هيدا هالتسمية تتضمن أول ما يبلش في يصير في خلل من ناحية مش بس وظيفة الكلوي بس كمان تكوينهم ووقت يكون يصير في خطر على الكلوي من ناحية الأشياء المعقولة تأثر عليها مثل الضغط مثل السكري مثل مشاكل القلب الكوليسترول. يعني الشخص اللي بيعاني من مرض السكري كوليسترول ضغط مرتفع كمان ممكن يكونوا هالأشخاص أكثر عرضة. أكيد 100%. هالتسمية إذا بتكون بتشمل 10-15% من الشعب. والأسباب الرئيسية لأمراض الكلى هي أول شيء السكري، ثاني شيء الضغط. وأكيد كل شيء معقول يأذي الشريين القلب معقول يأذي شريين الكلاوي
كذلك مثل الكوليسترول والتدخين وطريق العيش اللي غير صحي. طب دكتور كرم، العامل الوراثي بيلعب دور هون كمان بالاصابه بهالمشاكل او بهالامراض؟ 100% العامل الوراثي بيلعب دور اكيد لحد معين. نحن بنعرف هلا انه مشكل مرض السكري بينضربوا الكلاويون. نعم. وبس بنعرف كمان انه اذا ما سيطروا على السكري في خطر عليهم. نعم. احدى المضاعفات هي امراض الكلى بتكون. نعم. هل في تغذيه معينه دكتور بنقدر نتبعها لنقتصر من مشاكل امراض الكلى، وباي مرحله معقول نبلش نغير اكلنا؟ التغذيه لازم تبلش على بكير. هلا اكيد نوع الغذاء بيختلف حسب المراحل. في خمس مراحل نحن بنحط فيها امراض الكلى. قبل ما يصير في فشل بالكلى، بس يكون في خطر على الكلى، طريقه التغذيه لازم تكون نفس الطريقه اللي بيتبعوها الناس لما يصير عندهم مشاكل بالقلب. بمعنى انه لازم يكون عندهم غذاء فيه كثير خضره وفواكه، ما فيه كثير لحوم حمراء. لازم اكيد ما يدخنوا، يعملوا رياضه، ويتجنبوا كل الدهون اللي معقولة تأذيهم. نعم. ديانا بركي، من خلالك كمان بنحكي شوي عن العناصر الغذائية اللي بتنصحي فيها للشخص المعرض يمكن للإصابة بهالمشاكل وهالأمراض تجنبا لفشل كلى. أكيد في من الأهداف الأساسية للمرضى اللي بيعانوا من مشاكل الكلى إنه يتبعوا نظام غذائي صحي، هو أولا إنه يضلوا فعالين بمجتمعهم، قادرين يروحوا ويجوا ويشتغلوا بشكل طبيعي، ثانيا يحافظوا على وزن صحي لما يأثر على شغل كل الأعضاء مش بس الكلى، وكمية عدل تساعدهم انه يحاربوا اي نوع من الالتهابات، وايضا يتفادوا من انه الكلى تدهور صحتها او تشتغل بشكل اقل مع الوقت. هلا كنظام واحد لكل مرضى الكلى ما في، لانه معقول يجيكي مريض عنده مشاكل كلى ولكن عنده سرطان كمان، او مشاكل كلى او سكري او مشاكل قلب، ولكن بالاجمال بيبعث لنا الطبيب مريضه وبيكون محدد لنا كميه البروتين يلي هي اللي بيحتاجها المريض، كمان بيحدد لنا المعادن والاملاح قد ايه نعطيه للمريض حتى ما تنأذى الكلى. البروتين ما بدنا نخاف كثير منها لانه هي ضروريه لتجديد الخلايا بالجسم، للمحافظه على العضل وللالتهابات وتقويه المناعه، ولكن الكميه بتكون شوي ضئيله، وببعض الاحيان قد ما بنصغر البورشن بصير المريض عم يخسر كثير وزن، نضطر انه نعطيه مكملات غذائيه لنعوض له. عم بتصغروا البورشن يعني عده وجبات خلال النهار مش ثلاث وجبات؟ وجبات صغيره كثير، خاصه من اللحوم، السمك او البروتين من الدايري من مشتقات الحليب. اوكي. ولكن بنركز على الاشياء الحيوانيه لانه بتبقى فيها بروتين بتغذي اكثر من الاشياء النباتيه. هلا بنفس الوقت كمان بدنا ننتبه عند مرضى الكلى على الفيتامينات اللي بيتناولوها، مثلا الفيتامين سي كثرته بتأذي، بتصير تعمل حصى بالكلى. بنجرب نحددها ل 100 ملي جرام بالنهار. الفيتامين دي كمان من وظائف الكلى انه بتعمله اكتف، بتعمله بصير فعال بالجسم. لما يكون في شويه خلل بالكلاوي معقول يصير في ديفيشنسي عند الفيتامين دي، وبنضطر انه نعطيه الاكتف فورم او الفورم الفعال للجسم. كمان في كثير اوقات بتحدد الدكتوره انه يكون في جرامين من الملح بالاكل حتى ما يرتفع ضغط الدم او ما يصير في تراكم للسوائل بالكواحل على الاصابع بالعينين، هودي كلهم بيأذوا المريض. الفوسفور اذا عالي نسبته بالدم كمان بيأذي العظم، بيصير في ترقق للعظم، بيصير في خطر انكسار على بعدين، وكمان تكلس بالاعضاء بالقلب بالشرايين بالجلد، كمان بنجرب نخفضه من الاكل. اكيد الحكمه بعض الاوقات بيعطوا شي بايندرز حتى يلقط الفوسفور بالمصارين ويزتوا المريض بلا ما يمتصوا. كمان البوتاسيوم بنركز عليه، نوطي كثير او نعالي كثير اكيد الدكتوره بتتدخل بهالقصص، ولكن نحن من منحى الغذائي بنحدد الكميه منا ممنوعه، ولكن اذا بنعطيه تنقول 2000 وحده بالنهار بنعلم المريض معتدله او مسموحه لحالته، معتدله بطريقه انه الجسم يضلوا عم بفوت بوتاسيوم لانه هو بحاجه للبوتاسيوم، ولكن ما تتخطى لما ياثر على شغل القلب والعضلات بالجسم. يعني ديانا اذا ما نحكي عن ابرز الممنوعات لمرضى الكلى؟ ما في ممنوعات، ولكن حسب كل حاله معدوده
مثل كانه عم بعطيك يونتس وبتصيري لما تاكلي بروتين يعني أو اللحوم الحمراء بطريقه معتدله. اكزاكتلي اجمالا دائما بنجرب نتبع حجم الكف الا اذا كان كثير في ريستريكشن للبروتين. نعم دكتور كرم، باي حاله ممكن يوصل المريض يغسل الكلى؟ هون شو بيكون صار؟ شو المراحل اللي مرق فيها؟ نحن بنقسم امراض الكلى لخمس مراحل. عادة بالمرحلة الخامسة والأخيرة المريض بيحتاج إلى غسيل. هلا حظنا حلو بمعنى إنه 90% من المرضى اللي مصنفين عندهم أمراض بالكلى ما بيوصلوا للمرحلة الخامسة. هيدي شغلة منيحة. اللي بيوصلوا للمرحلة الخامسة وهي كناية عن تقريبا الكلى عم بيشتغلوا ل 10% أو أقل من قدرتهم، ساعتها هن بيحتاجوا إلى غسيل. الغسيل هو كناية عن طريقة تحل جزئيا محل الكلى. بس يعني بس لنوضح الفكره، ليوصل لهالمرحله المريض بيكون ما تابع طبيا، ما تم متابعته طبيا. هلا اكيد المتابعه طبيا مهمه، كل ما المريض راح بكير شاف حكيم الكلى كل ما احسن، كل ما سيطر على العوامل اللي معقول تاثر على الكلى مثل السكري، مثل الضغط، مثل امراض القلب، اكيد هو بيكون عم يمنع حاله يوصل لهالمرحله. هلا في مرضى لابد انه يوصلوا لها، بس يعني بتاخذ القصه سنين. هلا الشغله اللي منيحه والمش منيحه بنفس الوقت انه العوارض امراض الكلى ما بتبين غير وقتها تصير المرض متقدم بمراحل لذلك على المريض انه وعلى حكيمه اكيد انه يتاكد قبل كل شيء اذا في ضروري انه يوجهه لحكيم كلى عبكير وما يتاخر بهالموضوع. نعم. ومن هالناحيه كيف الطرق الواحد يعرف اذا في مرض بالكلى؟ اول طريقه هو انه يزين الكرياتينين بالدم، كرياتينين وفحص دم. نعم. بيعطينا فكره عن سرعه الدم، سرعه تنقيه الدم بالكلى. يعني الكرياتينين هي مادة بتنظفها الكلوة من الجسم. بس كل قد ايه لازم يعمل المريض فحص الدم؟ فحص الدوري العادي مثل اي شخص اذا كان مريض سكري ضغط ولا لا؟ فحص مريض السكري لازم على الاقل مرة بالسنة. اوكي. وكذلك مريض الضغط. المريض العادي اذا بدنا نقول فوق العمر 45 سنه لازم يشيك على القليله مره اذا في عنده شيء، اكيد اذا كمان واحد عنده حدا بعائلته عنده مرض بالكلى لازم كمان يتاكد على بكير انه هو منه معرض لهالشيء. ثاني طريقه هي انه غير كنت عم بحكيكم عن الكرياتينين، ثاني طريقه هو انه يفحص البول. فحص البول بيعطينا فكره اذا في خلل بفلتر الكلوه. حتى لو بعد ما صار في خلل بالكرياتينين، اوقات بتكون الكرياتينين طبيعيه بالدم بس في خلل بفلتر الكلاوي وهذا الخلل بيبين بفحص البول. واذا كان هالخلل مهم المريض معرض انه تعلى هالكرياتينين بالسنين اللي بتجي وانه يكون معرض لفشل في الكلى. بس دكتور ليه في اشخاص من اول مره بيغسلوا الكلى بيتعرضوا ممكن للوفاه او بيتعبوا كثير، وفي اشخاص بنشوفهم بيعيشوا على غسل الكوى من فتره الكلى من فتره للثانيه بيغسلوا بيضلوا عايشين بطريقه طبيعيه ما بيتضايقوا ابدا؟ هلا هيدا اكيد العلاقه بحاله الصحه تبع تبع المريض تبع الشخص. عادة المرضى الكبار بالعمر معرضين انه ما يتحملوا مضبوط غسيل الكلى. المرضى اللي عندهم مشاكل بعضلة القلب كذلك. المرضى اللي عندهم مشاكل متقدمة في الشرايين خاصة مرضى السكري اللي بيكون السكري عندهم كثير متقدم. هول عادة بيواجهوا مشاكل أكثر من غيرهم، صعوبات أكثر من غيرهم يتحملوا الغسيل. بما انه عم نحكي ديانا عن غسيل الكلى، بيحتاج المريض لدايت معين بهالمرحله وليش؟ مثل ما قالت الدكتوره الغسيل بيحط كثير ستريس على الجسم خاصه اول فتره اللي كان تعود الشخص عليها، من هيك بيتطلب وحدات حراريه اكثر، بيتطلب بروتينات اكثر، سو كل شيء منعناه بالمبدا بالاول بيصير اكثر لا مسموح. هلا بدنا ناكل وبدنا نحافظ على قوتنا، لكن مي اكثر نخسر وحدات حراريه اكثر. هلا بدنا ننتبه بين الجلسه والثانيه بدنا نراقب وزن المريض ما يزيد اكثر من كيلو بالنهار الواحد
بين الجلسه والثانيه، يعني 3 كيلو اذا كل 3 ايام عم بيغسل. البروتينات اكيد اكثر، الملح بدنا على طول نخففه لما يصير كمان في تكدس للمي، اما البوتاسيوم والفوسفور اللي كنا مراقبينه قبل الغسيل سو بدنا نراقبه هلا بالدم. اذا بمعدل طبيعي ما بنضقره، اذا عم بيعلى او بينزل ساعتها بنستشير الحكيمه لنشوف شو بينعمل، كان من المنحى الغذائي ولا من المنحى الطبي. دكتور، طب الاشخاص اللي عايشين بكليه وحده بيقدروا يعيشوا بطريقه طبيعيه او كمان ممكن يتعرضوا لمشاكل؟ اكيد حسب اكيد حاله الكلوي، اذا الكلوي كانت حالتها صحيه جيده فيهم يعيشوا، لذلك في ناس بيوهبوا كلوي. بس اكيد كمان بدهم انتباه اكثر من غيرهم، وبدهم الواحد ينتبه اكثر من غيرهم اذا صار معهم ضغط او صار معهم سكري او غير عوامل. دكتور سابين كرم، شكرا لحضورك معنا اليوم وفتينا بهالنصائح الطبيه. ديانا، في نصيحة غذائية في نصيحة شخص هيك تكون أخيرة بتلقاية. يمكن ما حكيت عنها كثير، هي ضروري ينتبهوا للفيتامينات اللي عم بياخذوها ان كان قبل الغسيل ولا خلال الغسيل. مش دائما بنطلب ريجولر مالتي فيتامين ياخذوه، هيدا معقول يأذيهم، خاصة الفيتامين سي، خاصة الفيتامين اي، الكي والاي اللي بيتخزنوا بالجسم، فدائما يستشيروا الطبيب ويستشيروا أخصائي التغذية لهالحالة بالذات. بركي نصيحة طبية كمان، ما انه اخذنا نصيحة غذائية. شو دكتور كرم؟ بعتقد الرجيم الغذائي هو ركن اساسي من حياة امراض الكلى. مثل ما جربت تقول لكم ديانا، الرجيم بيختلف حسب وين المريض صار بمسيرته مع كلاوي. الوقاية بالوقاية مثل ما قلت لكم، الخضرة الفواكه مفيدين، نظام صحي. بالمرحلة قبل الغسيل في اشياء يمكن انه نطلب منه يمتنع عنهم، وقت يصير على الغسيل نظامه كمان بيختلف. اهم شيء يكون هالنظام فيه اشياء بتفيده ما بتأذيه. نعم. بذات الوقت مثل ما قالت ديانا، ما في شيء ممنوع، كلها قصة الدوزن، لأنه بالنهاية ما في شيء بالنظام الغذائي ما بيفيد الإنسان. نعم. شكرا لكم، أهلا وسهلا فيكم ديانا ودكتور كرم. دعنا نتوقف دقيقة قليلة مع الإعلان ونرجع نتابع بقية فقرات ببيروت، خليكم برفقتنا. ستائر مرصعة بكريستال شوارفسكي من سيدار. ستائر مرصعة بكريستال شوارفسكي من سيدار مباشرة من النمسا. ستائر مرصعة بكريستال شوارفسكي من سيدار، بريق يخطف الأبصار. ستائر مرصعة بكريستال شوارفسكي النمساوي الأصلي، موجودة فقط لدى سيدار. الرياض، جدة، الدمام، الخبر، المدينة المنورة، أبوظبي، دبي، الشارقة، العين، الدوحة، البحرين، مسقط. الفنان عامر زيان في ألبوم جديد 2015. بس كافي، حس بيا. يتضمن الألبوم 9 أغاني. داري ولا مو داري، حبك شغل أفكاري. عامر زيان راح غني الليلة من عذابي أنا وقهري. عامر زيان 2015، مكتوب أحبك مكتوب. حاليا في الأسواق. قريبا برنس الغناء العربي ربي عطاني ماجد المهندس، عزاك الحب حبيبي والغرام، افترقنا ونلتقي بحس ربي خلاك قلبي محامي لك. اربع روائع جديدة من انتاج روتان. ألف 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 مبروك، كتبت معنا بي ام دبليو جديدة. الله يخليك، الله أكبر الله أكبر الله أكبر.
طارق اقول لك الله يجزاك خير، فعل الخير معروف في شعب المملكه العربيه السعوديه، وعسى ان شاء الله الله يوفقك ويكتم من المسجد على ايدك وتاخذ الاجر. يمكن انت تكون الرابح. شاهد سحوبات حياتك احلى كل خميس بعد برنامج كوره على روتانا خليجيه. اربح حتى $10,000 يوميا. للاشتراك ارسل كلمة انضم او جوين او غجوة لرقم بلدك، كما بامكانك المشاركة عبر الاتصال على الارقام التالية. روتانا تقدم حفلات فبراير الكويت 2015. في 13 من مارس الفنان عبد الله الرويشد. ليه مر الحلو يولع الشارع، ليه مر الحلو. الفنانة شذا حسو. والهنا والهان انا يا ناس والهان. الفنان وليد الشام. هذا حبيبي احب كل شيء. والفنان جابر الكاسر. احبك حب يا مجنون لكن ما اقدر احكي. على مسرح صالة التزلج الكويت. اسبوع جديد من المنافسة بيبدأ هلأ بتوب 14. سنتعرف على اجمل 40 اغنية عربية عم بيتنافسوا على المركز الاول. نفتتح التشارت هالاسبوع مع اغنية المركز الاربعين. الاغنية اللي احتلت المركز السابع لهالاسبوع. اما بالمركز الاول لهالاسبوع ما تنسوا تتابعونا لنرجع نتذكر سوا اجمل الاغاني اللي عم تتنافس على التوب 1. انطرونا. توب 40 ثلاثة الساعة 7 المساء على الـ LBC. نادين قومي هلا. قومي هلا. بعد اللي صار تحسي انه انا رح اقدر اروح انبسط؟ دقيتولي كلكم اليوم ما بدي اروح. ليك ليك شفت الصورة اللي نزلها على الانستغرام؟ الله يعينه محمود علينا. ممنوع. يلا اكيد ما حدا تعرف على حدا، انا ما بنوسى بولا رجال. هلا حياتي انت كنت مصاحبة ولد. The sisters اخوات خوات. ليلي الساعة 7 المساء على الـ LBC. يعرض حاليا على شاشتنا الـ LBC وقناة روتانا خليجية وروتانا مصرية برنامج المواهب الأول من نوعه ذا ستار، نجمة العرب اللي بتتألق فيه إحدى أبرز نجمات السينما المصرية نبيلة عبيد للبحث عن أبرز المواهب التمثيلية بعالمنا العربي. وطبعا هالبرنامج عم بيستقطب نسبة مشاهدة كتير عالية من قبل الناس وتعليقاتهم من خلال صفحات ومواقع التواصل الاجتماعي، وهو تحت إشراف زميلنا اللي اشتقنا له كتير بيلو بيلان العرب. تحيه بنقول له يعطي الف عافيه، كمان بعرف قد ايه عم بيتعب بهالبرنامج. صحيح. وعرضت حتى اليوم اربع حلقات من برنامج ذا ستار نجمه العرب، جال فيها البرنامج على القاهره، الاسكندريه، تونس وبيروت، واكتشفنا مع لجان التحكيم اللي بتتبدل من كل بكل بلد مجموعه من الصبايا الحالمات بلقب نجمه العرب. وبما انه حكيت عن الصبايا المشاركات اللي تقدموا على البرنامج ياني فين، تجارب الاداء كشفت عن مفاجات كثيره. صحيح. منها المدهش ومنها العادي اللي ما بيستحق انه يتابع
المشوار وصولا الى حلقات التصفيه اللي رح نشوف خلالها مين اجتازت اختبار لجنه الحكم بمشهد تمثيلي كامل من حيث الاداء الاخراج وحتى الديكار. صحيح، وهلا رح نتابع ساشا بعد المقتطفات من الحلقات او الحلقه اللي عرضت اخيرا على شاشتنا واللي صورت بتونس، ورح نشوف سوا تجارب اداء ثلاث مشتركات، وبنبدا مع ايمان وهي صبيه واثقه من نفسها ومن موهبتها وعاشت محنة فقدان الأب واستلهمت من الحزن قوة لتوقف أمام لجنة التحكيم. عسلامة، مرحبا بكم في تونس. أنا إيمان غزواني، عمري 24 سنة. جيت سبيسيالمون باش نمثل، باش نصيح، باش نغني، باش نعمل فاتتكم الكل، على خاطر حسيت أنه البرنامج هذا ينجم يعطيني فرصة تحياتي الكل، باش نعيش لحظة جمهوري الحبيب في تونس. نحب نوصل مساج، نحب نعيش الهبال متاعي اللي في الدنيا. أنا في قاموسي ما نعترفش بالخسارة، بما معناه ثم ربح ولا ربح، وكان ثم حل فيه باش يكون الربح، ما عنديش حاجة اسمها خسارة. محضرة مقطع مسرحي فيه نحكي مع شخص احنا نقولوا متوحشته برشا. تدخلي معي بالمشهد تعرف لي انا نحكي على بابا اللي هو متوفي عنده 4 سنين وانا مفقدته ومتوحشته وكل شيء. لا بس هذا اكثر موضوع بيمسني، يعني باي موضوع راح يكون احساسي هيك واكثر من هيك، بس اخترت اني عسلامة. عسلامة، مرحبا بك. إيمان غزواني 24 سنة. إيمان إيه؟ إيمان غزواني. محلاها إيمان. حتقدمي إيه يا إيمان؟ يا رب يكون في حاجة كويسة. أنا حاسة كده ممكن. هيتها طلتها تبشر بالخير. إن شاء الله. حاسة كده ممكن، يلا ورينا هتعملي إيه. استنى. ما تمشيش. علاش كل ما تجيني يعطيني بظهرك؟ توحشت وجهك نمسه، تشم ريحتك، حتى كان لازمني نغسلك التراب متاع ساقيك. ما تمشيش. تتذكر وقت اللي كنت تقعدني عندك تلعب لي بشعري؟ علاش وليت تجي يعطيني بالظهر؟ عليه عليه نحب نشوفك، نغزر لك عيني في عينك. مانيش خايفة منك، أنا ما عندي معملت، نحب نشوفك ونغزلك ونحكي لك توحشتك. والله العظيم توحشتك. والله هاي إيدك. ما عادش نهشم. حتى أنا باش نعطيك بالظهر. إيمان. انت عندك طريقه اداء حلوه قوي قوي قوي، يعني انت حاسه ان انت بتحسي تلعب وبتلعبي وبتختلفي من داخلتك. انا شفت الهيئه بتاعتك والوقفه، وده حد فاهم هو بيعمل ايه، يعني بالرغم ان انت كل اللي قلتيه ده لغه انا شويه مش شويه كتير مانيش فاهمها. صح، هتشرح لي؟ اشرح لك بنسير. هتشرح لي؟ انا دور لكن لكن انا حاسه ان انت لعبتي، عملتي اختلاف، عملتي تغيير. في حد قدامي بيعمل حاله، عايش حاله. اتفضل. معناها لو جو اي تياترال 100% يعني، ماهوش يعني مسرحي، ماهوش تلفزي، ماهوش حد شيء، وسني. فما دي مامون اللي برشا صحاح، صحاح في غزرتك، في وقفتك، في الريسبيراسيون نتاعك، في كل شيء مزيانه حلوه، حركتك حلوه
عجبتني إيمان. تفضل. أنت هتشرح لي اللي قالته. هي عندها مشكلة مع بيها. مع بيها باباها ومامتها. أبيها يعني باباها. أبيها والأب. يبدو أنها راوغتنا في البداية. قلته صديقها. ذيك المطلوب. يظهر صديقها. فطلع أبوه. تم يعني مفاجأة. أنا عندي معك مشكلة. القضية فيها مشكلتي ديما في العمق. كانت تنجم تمشي أبعد برشا وقت اللي حكيت على البو. أبعد برشا. ماهيش قضية الظهر. الظهر اللي تحكي عليه أنت مش على مستوى الجسدي وإنما على المستوى النفسي كان يكون. هو على مستوى نفسي خطر أنا بابا متوفي مش بعيد. الله يرحمه وينعمه. والله يرحم جميع المؤمنين. الظهر هذاك كي يجيني في المؤمنين ما عطيني بظهره من ما تو تسمعني يا اختي ولا نعطيهم في الكلام. ريت لعبت لنا في الكبير وفي الحركه وفي الرجار وفي الدنيا لكن ساعات يلزم تختلي بروحك عباره احنا مانيش موجودين. تدخل اكثر للداخل. هذا لا يعني انك اعجبتيني. عايشك. والسلام عليكم. خلاص. مبروك عليك. مبروك. ميرسي. كثير يا عم. في حضور في شخصية في تواجد في تصرف في داء عارفة في إقناع يعني كله مختلف خرجت برا قلبت الدنيا. اضطريت أسألهم هي تقصد إيه لكن طريقة الأداء طريقة النطق الكلام باين اذا في موهبه ولا مش موهبه. هالقد يعني مثل ما شفنا نيفين بيصير في تدقيق بتجارب الاداء ومنقلها الف مبروك لايمان من محله خساره فقدان الاب. الاب هيك مثلت هالمشهد التمثيلي وبين قديش متأثرة على التحكيم فبرافو عليها. هلا الصبيه الثانيه رح نتعرف كمان عليها بتقرير. المشاركه التاليه هي امنه نعم طلال اللي ما حظيت بموافقة لجنة التحكيم ولكن فينا نقول انه الحظ لعب دوره فتم قبولها. خلينا نشوف كيف والتفاصيل بهذا الريبورتاج. يلا. مش عامل كاستينج في برنامج ذا ستار نجمة مصر الأولى نبيل عبيد وهذه أول تجربة يظهر لي في يعني أول برنامج يتعمل للتمثيل في العالم العربي. مع السلامة. مع السلامة. اسمي أمنة عمالة من تونس وعمري 25 سنة قريت كونتابيليتي. انت حتقدمي لنا ايه دلوقتي؟ ايه مشهد فيه شوية كوميدي شوية دراما. اوكي. يعني حاجة معروفة ولا ده انت حاجة معروفة من ايه؟ مصري؟ فيلم جزء صغير من فيلم تيرينتا وجزء صغير من فيلم المرأة والسطور. تفضلي. لا 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 على فكره انت فهمتني غلط خالص. لا يا بابا فوق اوعى تفتكر انك اشتريتني بالهابي ميل ولا لبست لوليتا لامبيكا فلوسك اللي انت فرحان بيها جو عملت بحتها يمين وشمال انت من غيرها لاسنج. بصي بقى يا اموري بدم خفيف يا بتاع فشات الافلام انت. انا مش الجرسون اللي انت مشيته للفلبيني بيستناك ده. انت تيجي لحد عندي وستوب بتعمل كاتش كده بكبرتش ايه يا حالتها ده انا اكلك ناي. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. بسم الله. ده من المراه والسطور؟ لا ده من المراه والسطور. السطور بيدو بس ما قلتو ما قلتوش كل الناس بتكرهه كل الناس بتأذت. ايوه ما اقدرش اشوف حمامه بتدبها ما اقدرش اشوف دم مقرف سكينه ايه لا انا ما كنتش اقدر عليه. لا 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 ما قتلتوش ما قتلتوش ما قتلتوش ما قتلتوش. قتلته وقطعت الجتين وحطيت رميتها للكلاب. هو اللي علمني ازاي امسك سكينه هو اللي علمني ازاي امسك سكينه هو اللي علمني ازاي انه يسب المخدر يعمل فيه اللي هو عاوزه هو اللي علمني الدم هو اللي علمني الدم عشان كده كان لازم اهدر دمه كان لازم اهدر دمه. ولما وصلني المكان ده كان خد مني كل حاجه خد مني كل حاجه ما ادليش غير الصوره غير الصوره والكره الكره والمزاح والمزاح والمهانه. كان لازم اقتله كان لازم اقتله. يزي تعمل قتلته قتلته مات شبعان بالموت. على الاخر التمثيل في احساس في فهم للكلام في تبقي عارفه انت بتعملي ايه تبقي حابه لكن مش الكلام يتقال. لا تمثيل غير كده خالص. انا لا اشاطرك الراي. وانا ايضا كده. انا في الـ الـ انا حاجه واحده اللومها عليها واللي يمكن اللي هي سرعه
طب ما هو ده عدم الاحساس بالكلام. ده في تنهيدة ده وفي اخذ النفس. في كل الحاجات فين؟ هو يجيب الضرب لكن الاحساس انا شخصيا يعني وصلني الاحساس خاصة في الكوميدي. لكن سرعتك هي جاية من حفظك للنص. هي مركزة في الحفظ. اي لكن حتى الاحساس. لكن الاحساس لا. حسيت انها فاهمة اللي قاعدة تقول فيه. يعني ثم في المسرح وفي الفن وفي التمثيل وهذا رأيي الشخصي مسائل تعالج ومسائل لا تعالج. ضبط. مسائل تعالج او لا تعالج. هاتي الفتاة تعالج. يظل نعطيها فرصة. والسلام عليكم. خلاص لو نعطيها فرصة اوكي. انا بس كنت بتكلم على بعض الحاجات اللي قالتها هي سريعة. ايه اكيد. اذا كان ده ممكن يحصل فيه العلاج نعطيك فرصة. نعم يعني. نعطيك فرصة. حاضر اوكي. بس تركزي وتدرسي وتبقي فهماها. يعني فهماها غير كده. انت لو بتعرفي مشهد زي ده خد مني انا قد ايه عشان اعدي. خد مني 3 ايام انا ما بتكلمش مع حد معايا خالص ولا ببص لحد خالص عشان افهم كل كلمة واحس بكل كلمة ونفسي وده وده. عشان كده ليه انا بقولها لك خدي التجربة دي وطبقيها على نفسك. انت عندك في حاجات كويسة يعني انا اوكي باللي بيقوله. انت عندك حاجات كويسة لكن يبقى معاكي فرصة بقى. انت هتكوني معانا ان شاء الله. ان شاء الله. ميرسي جدا. وعايشكم يعطيكم صحة. فرحانة اعطوني فرصة. يعني المرحلة حسينا ما رح يقبلوا. بس تعرفي ساشا التوتر اللي بيعيشوا فيه المشتركات يعني المشاركين مش هين ابدا. ويمكن كأول مرة بيوقفوا قدام النجمة نبيلة عبيد كمان انه بدها منيح اللي عطيوها فرصة. يعني عم نختبر شوي اذا بدك معها المشتركات عن حياة الممثلة القديرة. صح. والنجم المصري نبيلة عبيد مثل ما ذكرت هيك مشهد تمثيلي اخذ منها 3 ايام ابتعدت عن الناس هالقد لتعيش المشهد. كلها تعيش مثل ما ذكرت كل كلمة بهالمشهد. امينة يمكن المشكلة انه مزبوط حكي بشكل سريع بس انا حبيتها بالكوميدي اول شيء. ما قتلتوش. حسيتها هيك قريبة شوي انعتني اكثر من يا لموفقة امينة. ان شاء الله هيك ترجع تاخذ بنصايح لجنة التحكيم ويمشي حالها. هلا لعب الحظ. هلا لعبته بتجارب اداء. فامينه لازم نرجع نشوفك كمان بمشهد ان شاء الله. اكيد تمثيلي مهم. المشتركه الثالثه برهنت عن احساس كثير عالي ونالت اجماع لجنه الحكم وبخاصه النجمه نبيله عبيد اللي اعتبرتها المشتركه قدوه ورمز للاصرار والتقدم. خلينا نشوف كل التفاصيل بهالريبورتاج. اسمي أمان السيد، عمري 20 سنة، نقرا علوم اقتصادية. جيت اليوم للكاستينغ خاطر لمنة موهبتي ونتمنى أن العباد الكل تشوفها وتمن بها. العزيمة والإصرار والقوة استمديتهم من تجاربي أنه كل حاجة نحطها نوصل لها. نبيل عبيد تعني لي القوة، القدرة على المواصلة، الإصرار على الأهداف. أنا ما عنديش حاجة عشان أخسرها عبد الحميد بي. طلع تنزل ترقاصة من بتوع الهشك بشك. تخلي العبيد تمن بيها وبشخصيتها وكيما هي. ما تتبدلش من روحها باش بوغ بليغ أو زوطخ. هذي أكثر حاجة تعجبني فيها. حضرت المشهد متاع مدام نبيل عبيد من فيلم متاع الراقي سوا السياسي. اللي عجبني في المشهد أنه يدافع، معناتها هي قاعدة تدافع على حقها كمواطنة مصرية في أنها تقوم بمشروع وهذا ما يدخلش في نشاطاتها ولا في مهنتنا، معناتها كحقها كمواطنة. أنا موجودين؟ اللي باقيين؟ لا لا يشوف. ستار حسن مرحبا بيك. مرحبا بك. في اهلا يا حبيبتي. اهلا اهلا. تقولي لنا اسمك ايه؟ اماني سيد. اي اماني انت اي انواع التمثيل انت بتحبيها؟ يعني حابه تقدمي لنا ايه النهارده؟ باش نمثل دور فيه فخص، فيه قوه. ايوه. قوه شخصيه، قوه اصرار، قوه مواصله. اه دونك سي ا بو بري سا.
معناتها او ميم طون يعني فيبليس ضعف الانثى. ادفع جست سؤال بعد اذنك استاذه، يعني بالدارجه التونسيه ولا بالمصري؟ بالمصري. بالمصري. اوكي اوكي. دونك نجم ناخذ كلكو مومون دو كونسنتراسيون سي سي بوسيبل. مش برشا. اي مش برشا. يا قالتي عايزه تركز شويه كلكو سكوند. مهم التركيز. اما معلوم انا بحترم اللي كده بيني وبينك، يعني اللي يحب يركز الاول كده شويه بس يا رب يكون شد. لا 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 ده انت دخلتي في الحلال والحرام بقى، ومش حلال ليه؟ واخدها عموله بتاجر بيها في المخدرات، عملت مدينه سكنيه وكلت فلوس الغلابه. ده انت لو بصيت يا استاذ لفلوسي هتلاقيها حلال في حلال جنب اي فلوس تانيه. طيب بلاش انا، بص الاستاذ اللي واقف قدامك ده استاذ محترم حسن السيره والسلوك، مش هتلاقي اي سبب للرفض مش كده؟ بس اللي انت ما تعرفوش ان اللي قدامك ده تاجر مخدرات ومش كده وبس، وحاجات كتير ألعن. بس انت كده ما تحبش اللي جيك. لا 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 كويس كملي. مش مشكل النص كملي عمره، لكن مشكل النص. لا لا كملي. بس انتوا كده بتحبوا اللي بيغشكوا، بتموتوا في المظاهر الكذابة. يا أستاذ يا محترم المشروع بتاعي هيتقبل منك انت قبل غيرك، وباسمي، اسم الشهرة سونيا سليم. يا رب احفظها ارحمها خليها، دي هي كل حاجة، هي كل حاجة. ميرسي اماني. انا بشوف ان انتي عندك احساس وحتى ان انت بتركزي في الاول، يعني عجبني ان انت محترمه الحوار اللي انت هتقوليه ومحترمه، عايزه يبقى في الاحساس يوصل لنا، وهو ده انا وصل لي في الاول بادائك، لانك الحوار طلعتيه مظبوط كله فهمناه، انا فهمته، وحب الحبه الصغيرين اللي انت عملتيهم بالاحساس حسيت ان انت بكيتي فعلا، اديتيها كلينكس مش كده؟ هي بكيت فعلا، حست اللي بتقوله. انا شايفه، انا عجبني صوتها وصل والحضور مهم والشكل اكيد والشكل. وانها وانها تغزر، يعني تنظر في العينين مش حاجه سهله. لا 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 يعني انا قنعتني انا كمان جعفر. انا يظهر لي الكاستينج بدا من اللحظه هذه. عندك رجال، عندك نظره ثاقبه، فيها برشا ثقه. وقفتك الساعه انا حسيت في شكلك، ثم المحاميه، ثم الثائره، ثم حاجة بالنسبة لي أنا تنبأ بمستقبل تاع ممثلة إن شاء الله ربي يجيب في السواد. وبصراحة اليوم مسيتنا دموعك غالية برشا، فهمت؟ يعطيك الصحة. يعطيك الصحة. هتكملي معنا إن شاء الله. مبروك. هتكوني معنا يا أمان إن شاء الله. مبروك. محليها. أوكي الحمد لله. محليها. بالنسبه لي الكاستينج بدات تو كثير حلو انه قدرت تسيطر على الخوف، منشان هيك يمكن طلع صوتها هالقد مرتاح وادائها كان عندها ثقه بنفسها. عندها ثقه بنفسها كثير كبيره. وحبيت بمحل بس نسيت الكلام، تعرفي بالحكي المصري واللهجه المصريه بتبقي حافظه النص وبدك تقوليه، مش صعب كمان. وتركزي على تمثيلي كيف قالت لها النجمه ستنا نبيله عبيد، انه نسي النص
بس هيك انه الاحساس وصلنا أكثر. فمن قلها الف مبروك لأمان. المحطة التالية من برنامج ذا ستار نجمة العرب رح تكون ورح تنقلنا إلى المغرب لنكتشف المزيد من المواهب، فكونوا كتار على الموعد إن كان على شاشة الـ LBC قناة روتانا سينما وأيضا روتانا خليجية. لهون رح نتوقف مع فاصل إعلاني. هيدي كانت أبرز المشتركات اللي شاركوا بهالبرنامج، تحية لكل القائمين صحيح. على هالبرنامج الضخم مثل ما ذكرنا، الناس كلها عم بتتابعوا وأثنت كمان على نجاحهم من أولى حلقاته. بنرجع نوجه تحية لبلال كثير. فاصل ونتابع بقية فقراتنا، خليكم برفقتنا. أهم شيء والدنيا بتساع الكل قريبا. حفلات مارس 2015 في دبي. روتانا تقدم في 23 من مارس الفنان رابح صقر. خميس ومالي خلق ازعل مهما تستفزوني. والفنانة نهوى. والعشرين من مارس فنان العرب محمد عبده. ما تريد اليوم ولا الزمان انسى في فندق الحبتور جراند شاطئ الجميرة. بعد النجاح اللي حققناه بالموسم السابق، باب اب بيرجع بموسمه الجديد. تغطية شاملة للمهرجانات العالمية، مقابلات حصرية، وأهم الأحداث على الساحة الفنية. تابعوا كل أخباري على برنامج بوب أب مع أنجيلا على قنوات روتانا وائل جسار نصير زيتون. تابعوني على بوب أب. Hi, this is Gimanukyan. Hi, I'm Kelly Rutherford. This is Chris Tucker and you're watching Pop Up. This is Allo Black and you're watching Pop Up. This is Tromaille et vous êtes sur Pop Up. Salut, c'est Ben l'Oncle Soul. What's going on? This is Neo. Hello everyone, this is Ricky Martin and you're watching Pop Up. كارول سميحة عم تحضرونا بي بوب أب. غسان رحباني. جاد شوية. نايا. ميشيل أزدي. والجزائرية. سامي عياش. Keep on popping up. Pop Up الأربعاء الساعة 7 المساء على الـ LBC. هالمطبخ هون رح يجمع لبنان كله. جاية من دار ميميس. من عرمون علي. من بيروت. جبال. بدي أعمل طبخة بتصور إنها جديدة. حبيبي أنت أنت الوحيد. خضرة مشكلة، بازيلا، جزر. عم تشتغل بتقولي لهم شوفوا. والله شغلة حلوة. من المفروض إنه الإنسان يتعلم. احضرونا وشوفوا شو عنا شي جديد. عنار لطيفة يوميا الساعة 12:30 الظهر على الـ LBC. دايما الجواز بيعتبروه حاجه مش رومانسيه. انا بعتبره قمه الرومانسيه. استمتع بكل لحظه بقعدتنا بالشاي بالعشاء. وهذا الوقت بحسه انه هو مهم لإلي ومهم لإلهم انه نكون سوا. اللي نحن نستمتع فيه مع اصحابنا وخلصنا. الاحد الساعة 7 المساء على الـ LBC. خفيفة جدا.
خايفه برشا. انت اللي بتحكمي على نفسك ولا احنا اللي بنحكم عليك؟ تفتكري ان الحكايه انا عايزه امثل، يلا روح امثل. مش مصدقه نفسي بجد. لا 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 لا, لا. انا اتضايقت يا جماعه. نجمة العرب ذا ستار الخميس الساعة 7 المساء على الال بي سي. بيروت ضيفنا اليوم ألفريد زخولي أضاف لمسة خاصة على ديكور ببيروت. انتبهت قد ايه حلو؟ اي مينيموم انت كده. واكيد اليوم كل السيدات يلي عم يحضرونا وحابين يضيفوا لمسة صغيرة جديدة من الجمال، ضيفنا اليوم ألفريد زخور رح يعرفهم كيف فيكم من خلال الألوان والزهور اللي بنضيفها على بيوتنا. واكيد انضمت لنا خبيرة الاتيكيت سلام سعد، لأنه كثير بهمنا رأيها لنضلنا ماشيين على الاتيكيت وضل كل شيء منعشقة ضل هيك مرتبة. ولبس رائقات صبايا، فعلا اطلالاتكم جميلة جدا، والنور بتاعتكم هيك قعدتكم مرفوعة، فعلا شيء جميل. ثانك يو، اهلا وسهلا فيكم. اهلا وسهلا فيك ألفريد، كيفك؟ هلا احنا بنشوفك كثير عنا، يوم نشوف شيء نقص يوم شيء زاد، دائما بعد ما وصلنا للديكور النهائي. اكيد لا دائما بتدور. احلى شيء عندي هالكورنر هون. ايه حلو، لازم تقعدي عليه انت خاصة. انا قال لك يعني معقول يا شبنا بعيد ما تكون قاعدة، انت تكون تطلع عليها تقولي ريت فيه يقعد هونيك. قديش مرتاحة سو أنا بعد الهواء عادة هيك باخد بريك خمسة دقايق فمش عارفة. كانت 100% ظابطة لساشا. أستاذ رح نبدأ بالألوان وأهميتها، وأنا عندي سؤال إنه ليه ما في ألوان، ما أضفنا ألوان على ديكور البيت؟ كان بدي أحكي عن الموضوع اللي هو بهذا هو الألوان. في واحد يزين بألوان البيت كحيطان أو أكسسوارز بالبيت، وفي واحد يزين كألوان الفرنتشر. أنا لهلا لهالكوليكسيون اللي حطيتها حسيت حط قصص رايقة وألوان ناعمة، وبزين مثل الحيط اللي وراي بالأكسسوارز. منفوت بألوان يلو جرين بينك بلو بيربل، يعني في واحد ياخذ تشويس انه يا يقرر يزين الفرنتشر اللي عنده اياها بشيء معرق او فلوري، يعني يا المفروشات ملونه او الاكسسواري. في عندنا ايذر اور، هلا اللي بده يعرق الكل في ينعمل ات كود بي دان، بس في شيء صح لازم ينعمل، يعني لازم يلحق الباليت كلر باليت المرتبه، مثلا يا اما كلهم باستيل يا اما كلهم فلويو يا اما كلهم تون بلان تون نوار، يعني لازم واحد يلحقها بطريقه بس صح. شو المريح اكثر ألفريد بالبيت، انك تعطي الوان بالمفروشات ولا بالاكسسوارز هيك تاتش صغير؟ انا ماي بيرسونال تيست، وخاصه فور ذا ترند اوف 2015، الاكسسوارز احلى ليزينوا البيت. ليه؟ لانه الفرنتشر عم تنعمل رايقه، كلهم عم يعملون الوان كولار تير، يعني بني الوان ترابيه كريم جريج، كلهم عم يستعملوا هدول الالوان الرايقه. فالمحبذ اكثر انه الواحد يزين بيته بالاكسسوارز، غير انه ساعات اللي بيزهق منهم بيشيلهم على جنب بيقدر يشيلهم ويجيب غيره وبيغير، احسن ما يرجع يتعذب ويرجع على يغير فرش بيته. صحيح. يعني طيب سلام، اذا الازهار فينا نزين فيهم بالبيت، اذا كانت كل الالوان حتى الاكسسوار الوان ترابيه او رايقه، بنقدر بالورد نضيف لمسه معينه او لون معين؟ اكيد. أو بالبدايه بدي اللي اتفضل فيه ألفريد هو المزبوط، بالاتيكيت بنروح للترند اللي بيكون المفروشات ثابته والاكسسوارز هي اللي بتغير المكان، هيدا بالاتيكيت. لانه بكل الاحوال يمكن القطعة اللي عم نجيبها على بيتنا مش بسهولة فينا نغيرها، بس بكل سهولة فينا بلحظة نقدر نقيم الأكسسوارز نحطها، إذا كان لمناسبات محددة مثل الأعياد في شيء أكسسوارز خاصة فيها، أو إذا كانت بحسب الطقس أو المناخ اللي نحن عايشين فيه، يمكن بالربيع نحط شيء بالصيف نحط شيء. فبالأكسسوارز بما أنه قطعة صغيرة فينا بكل سهولة نقدر نغيرهم. نعم. الأتيكيت مع أنه يكون عندنا قطعة ثابتة والأكسسوارز متغيرة. نعم. بالنسبة للزهور هي واحدة من أهم العناصر يلي بنزين فيها بيتنا وبيعطينا شعور بالانتعاش، الأتيكيت مع أنه يكون المحيط فينا في حياة في ألوان وفي جمال. نعم. الأزهار ونباتات الزينة هي من الأساسيات إيه لازم نزين فيهم البيوت. الوردة إلى معاني كثيرة بحسب أنواعه ومرة حكينا عنها، ولكن الأهم نعرف ليش عم نزين بهالوردة. يعني إذا عم نزين غرفة مريض حلو نحط زهور، بس ما تكون إلى روائح نفاذة أو روائح قوية. فينا نزين طاولات العشاء إذا كنا عنا عشاء، بس كمان بشرط أنه ما تكون الزهور عالية بحيث أنه تحجب الرؤية ما بين الطرفين المقابلين للطاولة، وبكمان نفس الشيء ما تكون عندها ريحة كثير قوية تضغى على رائحة الطعام.
كل انواع الزهور مباحه بحسب حاجتنا وبحسب فرحنا ومناسبتنا، ولكن ننتبه لشويه تفاصيل مثل الريحه واللون وما كان عرضه. نعم. بما انه عم نحكي عن كيف نغير ونعطي الوان للبيت، الفات تاخذوا بعين الاعتبار موقع البيت وين، هالمكان هالغرفه هل هي مطله على البحر، هل هي يمكن تعطيك احساس بالدفى كلها خشب، هيدا كمان بيلعب دور باختيار الاكسسوارز او الكالرز او الالوان. ساشا سؤالك 100% بمحل الصح. انا از ديكوريتور او از ان اونر اوف ا جاليري قاري كثير او مطالع كثير عن الفانك شوي، واكيد مدام سلام بتقول لكم قديش الفانك شوي كثير مهم. الفانك شوي اتس ا هوبي اوف ماين انه اقرا عن الفانك شوي ودارس الالوان. في اكثر من 9 to 12 color patterns they reflect each person's character، يعني كيف بيقولوا بالعربي بيعكسوا شخصيه شخص. صاحب المنزل. صاحب المنزل. هلا انا بنصح العالم دائما يدخلوا الهواء والشمس على بيتهم لانه كثير مهمه، والحلو انه بلبنان الكل عم بيعمر facing the sea، يعني عم بيطلع على البحر تحت يعني. الهواء سالته لالفريد انه الفانك شوي بناخذها ثيوري بس في شيء بيوت ظابطه فانك شوي عندنا، قال لي ايه لانه مثل ما عم يتفضل ويقول صح انه الكل بيطلع على البحر كمان بس انه نحن يعني وي فولو فانك شوي بلا ما نكون عارفين من دون ما نعرف عم نلحق الفانك شوي وهذا الشيء منيح نوعا ما. ولمن لمن مثلا اهلك بيقولوا بدي فتح فوت الهواء فتحي اوضتك مثلا، هدول كله بغيروا نفسيه الشخص. صحيح. يعني عندك الالوان، عندك الباترنز اوف 2015 واحد يلحقها، عندك الهواء، عندك الشمس، عندك كل هدول القصص مع بعضهم واحد لازم يلحقهم ولا ليكون عنده ريلاكسيشن او كومفورت وريحه ببيته. يعني انه ما طب انت ما تناقض الالوان بالبيت، يعني لون المفروشات غير لون الاكسسوار او كل اللي بدنا نمشي يعني بنشوف الاحمر مع اللون الفوشيا مثلا. أوكي. وهيك الوان هلا انا رح احكيك بشغله، هلا دارج مثلا خلطه الفينتج مع المودرن. اوكي مين قال هي بتزبط؟ ما حدا قال انه هيدي بتزبط غير ما جربوها وحطوها مثلا بصوره واجوا صوروها واجوا العالم قالت واو ظابطه حلوه ارتحت فيها. يعني مش انا بقرر، مش انتم بتقرروا، بدها تنحط بدها تنعرض، بدهم يندرسوا الالوان حد بعضها، اكسبيرتس ان ذا فيلدز بحطوها مع بعضهم، بحطوا اللون البوردو مثلا مع الخشب المعتق المكسور بشوفوا اذا بتطلع حلوه واذا بتلبق، والكلاينت بده ينقي لانه بيته. هلا بالاتيكيت في عندنا قاعده كثير سمبل، اذا بدكم ما بعرف اذا بتمشي معكم بالديكور لعلم الالوان، منقول منقيس كل لون على الطبيعة، ممكن نلاقي هاللون بالطبيعة، يعني ممكن نلاقي ورد عرق أخضر إذا بدك عليه وردي لونه ما بعرف هاللون، إذا بتلاقيه بالطبيعة ممكن تنفذيه ببيتك لأنه بيتجانسوا الألوان، فكل شيء منقيسه على الطبيعة، ممكن نلاقي أخضر مع أزرق اللي هو الشمس أو السماء، إيه منلاقي ففينا نخلطه مع بعض، فهيك القاعدة البسيطة لخلط الألوان. نعم. حلو. مع العلم إنه في ألوان ملكية وفي ألوان غير ملكية وفي ألوان رسمية وفي ألوان غير رسمية. إلى علاقة ببطاقات الدعوة وبالملابس بشكل عام، ألوان عالم آخر لللباس وللأكسسوارز كمان. صح. نعم. خلينا نشوف بعض الصور نحن وياك ألفريد، معك كمان سلام بنعلق عليهم خصيتنا فيهم. ثانك يو. هدول الصور شغلنا نحن بالجاليري بهوم اوف اتش، نحن بيرسونال تاتشز عملناهم وصورناهم. هلا مثل ما شايفين الصورة منا بيرفكت أكيد، بس ذس واز فن، كنا عم نتسلى نحن وعم نعملها يعني. اوكي. شوي عجقناها بكم صورة وشوي ما دخلنا الفلاورز بكم صورة، بس بيسكلي ذا اند او ذا النتيجه من وراها هي لنفرج العالم انه ذس از ذا 2015 ترند. يعني يعني بنحطها على لانه في كثير وان از كلتر، كلتر از فيري امبورتنت بس ذا رايت اماونت اوف كلتر. صحيح. اهم شيء واحد يعرف قديش واحد لازم يعجو مش اكثر ما يعجو، يعني مثل ما شايفين الكادر بالنص انا حاطه بس هو ما فينا نحط شيء ما نضقر شيء ما نزيح من حدا هلا شو بتطلع ما يقطع ولد من حدا هلا بتشوفيها لايف بتقولي لي كثير حلوه بس بالصوره لانه مصوره من الوجه مبينه قويه. بس بتعرفي ساشا بالجورنالات الاجنبيه لما نشوف مجلات الديكور بنحس انه فعلا في كثير تكديس للاغراض على المناطق. هذا اللي كنا عم نجرب نروح عليه، نجرب نعطي ذيس يوروبيان ستايل. ليكي هيدي مثلا قديش عجقه يعني. مضبوط انت قلتها، يعني العجقه دارجه لل 2015. من 50 سنه كانوا الستات عندنا بلبنان لازم يكون الكاونتر توب صوره العائله كلها. هلا لا بحس انه لا عم نحط انه مش ضروري يكون مرتب يعني فاضي، لا الترتيب ممكن يكون بالاناء بالذوق اللي عم نعرض فيه الاغراض. اها. وبطلنا الفريد عم نشوف التابلويات معلقين على الحيط، عم نشوفهم محطوطين على الارض عن جد. يعني تابلو كبير شغل بينتر مرتب او شغل صوره مطبوعه او فوتوغرافر مصوره حلوه كثير تنحط على الارض، قدامها صوره وراها صوره، معطوف على الارض سجاده قدامها، هذا القصص بيعطي ذس لوفت
ستيل ال هيدا الديك ولا الراشدين فقط. كل شيء تحت 18 ما بيكون يعني ولد قاطع، ما لازم الولد. صحيح صحيح. هون حبينا نفوت بالسمري فايب، ذيس از ذا سبرينج، مثل ما شفتوا ابيض صفد، حطينا مع فاز احمر مع هيك ستيل مروحه، والايتمز مثل ما شايفينها بالصوره موجودين وراي بالبيبلو اللي وراي، يعني حبيت دخل قد ما في قصص مع بعضها مع الانجل. هون حبينا اخف عجقه مثل ما شايفين. صحيح. سبرينج في لايت الضوء لحاله ومودرن مع بعض. الفريد مين اكثر عم بيختار هيك ستايلز، الشباب ولا شوي الميدل ايج؟ ليكي صراحه يلي بيوثق فينا وبيعرف ياخذ القرار معنا، العمر ما له ما له معنا، يعني دي شو تراست اند بليف بالعالم اللي عندها خبره بالموضوع، بس اكثر شيء النسوان اكيد. الصبايا كورنر بس لحاله هيك مثل عم نشوف بالبيت. صح. ايه هذا انتري كوريدور اوض النوم، انتري ديز انه فساد البيت، حتى برا قبل ما الواحد يفوت على بيته انه مش ضروري انه يتفقوا مع بعض الجيران يعني، وبيفتحوا الاسانسير يكون عندهم. انا بحسه بهيك ستايل ما حبيت هذا اروع اركع. ثلاثتهم نفس الشيء، في منهم ايه صح في منهم هن سيري، ثلاثتهم نفس السيري بس دارج كمان الميكستشر. أيه. نفس السري بس غير لون، يعني مثلا بدل اخضر ازرق بيرجع بني، كلهم ايطاليين نفس الاطار. صح. نفس الاطار الستايل، نفس الستايل بس مثلا سيلفر جولد بلاك. نفس الكونسبت، مش انه شيء مدوى شيء كاروشي. هذا الازرق مع البيربل كمان كومبينيشن الوان حلوه. هي مش هيك الموضوع، هو فايب اوف كلرز اند فلاورز. مثل ما شايفين هون عندنا بالزهور الالوان، وفي عندنا هذا الزهور من عندك الفريد، هدول ايه ذير ادد صناعيه، حرير ورد حرير. اكزاكتلي. نحن جبناهم وضفناهم على الاكسسوارز اللي عندنا اياهم. اوكي. انه بالنهايه يوزينج ا ميكستشر اوف ايفري ثينج توجذر، وبي كونسلتنج واحد يسال شخص مختص بالدومين، يعني صحيح. اهم شيء يعني دائما الواحد بيعرف انه كيف يعملها بس ما بيعرف كيف يعملها صح. صحيح. انه دائما بحب اقوله كذا. هلا يعني. في بعض السيدات عم بيحضرونا وما بدهم يجيبوا او بدهم يجيبوا اكسسوار اشياء صغيره، صح. كيف تنصحهم هيك يغيروا ويضيفوا لمسه على البيت؟ بدنا صوره عن البيت اللي عم نفرشه، او بده ياخذ شويه فكره عن هن كيف، يعني حتى وقت يفوت الشخص لعنا على ما حتغرب بنعرف انه هيك عنده ايه كلاس مشعوط شوي مهضوم جوف تريي، انه دغري بنعرف انه هدول العالم تنصحيهم بشيء هيك، هدوليك العالم تنصحيهم بغير شيء يعني شيء مختلف. سلام، كيف اجواء المنزل الخاصه فيك؟ بتشبه المود اللي احنا شفناهم بالصور ولا لا؟ انا بيتي شوي كلاسيك. اوكي. القطعه اللي عندي ستيل كلاسيك محافظه عليه من شي 30 سنه. المهم يكون مريح البيت، المهم البيت اللي يكون تحسي حاله. عاده بنقول اشتريت بيت، يعني اشتريت اي هاوس وصار ماي هوم، يعني اشتريت بيت منزل وصار بيتي. من بيت لبيتي بتاخذ وقت، بتاخذ زمن. والكل بيعرف انه مع العمر بتصيري اتشت ببيتك وبتصير متعلقه اكثر بالاغراض لمسات، يعني مش فورا بصير البيت بيتي، بده وقت. تاتش مودرن ممكن تدخليها على بيت كلاسيك؟ التاتش المودرن ولا لا ما بتتقبلي؟ متقبل بس ثاقبت بيتي كلاسيك، ما عندي مشكله. بتحسي امرار في مودرنز كلير حلوين جميلين، بس دائما انا بحس انه خلينا نفكر اللي عم يشتري عفش من عند الفريد او عند اي حدا كان، يفكر انه انا بعد 5 سنين رح اقدر اقعد على هالصوفه كثير مودرن. اذا يفكر بعد 5 سنين اذا بقدر يستخدمها انا بنصحهم يشتروها. نعم. طيب اذا الفريد اخيرا بس بدنا نقول باختصار للمشاهدين رجع نذكرهم بهوم اوف ايج. يس اكيد. كل شيء عن هالجاليري. هوم اوف ايج از ذا ليتست هاب فور لايف ستايل تيبس اند ترندز. نحن اكثر من جاليري مثل ما دائما بنكرر وبنقول. نعم. وحيلا شيء بدهم فيهم بس يتصلوا فينا او يسالوا عني انا الفريد زخور بيرسونالي، بساعدهم وبنرفقهم وبنساعدهم مثل ما هن بدهم، يعني تو ديفلوب ذس لايف ستايل اللي شفناها اليوم او اني اذر لايف ستايل حابين ينفذوها ببيتهم يعني. نعم. ثانك يو الفريد، شكرا لحضورك معنا وثانك يو على كل هالنصائح، وبنشوفك اذا قررت كمان عن قريب. يس عندنا قصص اكثر نحكي فيها دائما. امور كثيره. سلام، رح نستفيد من وجودك معنا بعد البريك، رح نحكي عن السيده الاولى من حيث الطله الاتيكات اللباس وكل التفاصيل بعد break. ستائر مرصعة بكريستال شوارفسكي من سيدار.
روتانا تقدم حفلات فبراير الكويت 2015 في 19 من مارس الفنان عمرو دياب الفنانة نوال الكويتية جنبي الليلة ترى كل الجروح صغار الفنان مساعد البلوشي بالحيل مشتاق والشوق فيني يولع والفنان عبد السلام محمد ما شوف ما شوف دنيا صارت ظلمة ما شوف في 20 من مارس فنان العرب محمد عبده شبيه الريح على الفنانة آمال ماهر بك يا سيف أشواقي تمام الطار على مسرح صالة التزلج الكويت خلونا نسمع وش بيقول خميس ومالي خلق ازعل مهما تستفزوني خميس ومالي خلق ازعل انا فوق السحب هناك شوفوني رابح صقر كسر الدنيا غيابك من غراب كل شيء انطاح وفوق وتكسر 30 اغنية يا حبيبي ضحاياك قلبي والقلوب يهمك مكتير فيه ما جلا عودة الكبار دائما بحجم الحدث ألبوم أوجه المعنى للفنان رابح صقر حاليا في الأسواق إنتاج وتوزيع وفوق 30 أغنية 8 أغاني فقط على iTunes.com أتوقع كذا أبو صقر وروتانا عداهم العيب الفيتامينات مركبات عضوية ضرورية للنمو الطبيعي سر الشباب الدايم أيها من الحامض أو الشاي والقهوة يلي بيخفف من امتصاص الحديد بالجسم البشرة المتألقة الصحة والحيوية تكتشفوه هون مع أفضل المتخصصين بالصحة والجمال. نسحب الدم. نعم. أوكي من الشخص نفسه وبعدين ندخله داخل مثل الماكينة. الماكينة تعمل سنتريفيجيشن. انتظرونا الأسبوع المقبل مع مواضيع جديدة راح تهمكن أكيد. The Youth Clinic السبت الساعة 7 المساء على الـ LBC. عروض أزياء مودلز وإكسكلوسيف باس لكواليس الفاشن ويك كل هالمواضيع بتوصل لعندكم يوميا بكاتوك آخر وأهم التصاميم من عواصم الموضة بنقدم لكم إياها وأكيد مباشرة من الرانوي كاتوك مشوار يوم العالم الأزياء الجلامر والفاشن So get ready for the ride كاتووك يوميا الساعة 11 المساء على الـ LBC منتابع ببيروت وأنا موجودة عن شيف بمطبخ ببيروت لخبرنا الشيف حسين عبد الساتر وين صار نحن هون حطينا الزبدة بدنا نعمل صوص مونيير حطينا الزبدة على النار لدابت نعم بدنا نضيف لها عصير الحامض خلصنا السلاد ايه السلاد هون البانشي خلصت معنا اوكي هلا هون بدنا نضيف عصير الحامض هيدا زيت هيدا زبدة
الزبده وعصير الحامض. الزبده الخفيفه قلت لك ديانا عنا انه ما تكثر. حطينا شوي الزبده. اوكي. هلا نحن اللي عم بيعمل دايت او شيء فينا نحط في زبده بدون دسم. هلا هون حطينا عصير حامض. هلا حطينا زبده مع دسم ولا بدون دسم؟ لا نحن حطينا زبده مع دسم. سمعت يا ساشا. هلا هون نضيف كريم فريش. اوكي. في عندنا نوعين من الكريم فريش، في كريم فريش نباتي. نعم. وفي كريم فريش حيواني، نحن بالمالح بنستعمل الكريم فريش الحيواني. هون عم نعمل صوص مانيير. هون البطاطا، البطاطا كمان مشوية. كمان بطاطا بنقدم معها بطاطا مشوية. هون البطاطا سلقناها وقطعناها. هلا هون بدنا نشويها، إذا بدنا نشويها بدون سلق ما رح تستوي معنا. أوكي، منشان هيك سلقناها ورجعنا بنشوي، بنضيف عليها شيء ملح زيت. أكيد بنضيف عليها بهار أسود وملح. أوكي. وزيت زيتون طبعا، زيت زيتون مع البطاطا بيعطينا نكهة كثير طيبة. كمان هون عندنا الكوسة والجزر، كمان اخترنا طريقة الشوي نحن، حكينا إنه احسن من السلق. من الضل محافظ على بس اللي بده يسلقها بده يحط لها مع الجزر بده يحط سكر لتحافظ على لونها وتحافظ على الجزر غني بالسكر. وهون الفيليه سمك، الفيليه سمك اذا كان مثلج بنقعه بالحليب حكينا قبل هيك لحتى يرد المواد البروتينيه اللي خسرها خلال تفريزه. اوكي. كمان بنلطه طحين وبنشوي بهالشكل هيدا. هلا هون صار عندنا يعني البلاب بدنا نقدمه مع بطاطا مشويه ومع خضره مشويه. يعني صار تقريبا كل شيء جاهز. صار كل شيء جاهز عندنا هون على النار. يعني هيدا البلا هاي الكومبينيشن ما بتصدق قد ايه عندها قيمه غذائيه كثير عاليه، حتى كثير هيلثي، ما عندها كثير كالوري. يعني هيدا البلا بنحكي لاربع اشخاص. يعني لو في زبده، لو ضفنا زيت على البطاطا، لو بضل الكالوريز ضمن معقولين، يعني ضمن محدود معين. مثلا هيدا البلا في عنده تقريبا حوالي 365 كالوري. والله عنده حصص غذائيه كامله، حصه خضار، حصه نشويات، في حصه نشويات لانه في طحين. وكمان دهون، بس دهون يعني فينا نقول دهون المنيحه. واكيد غني بالبروتينات وبالفيتامينات. اوكي، ولكن صار كل شيء جاهز تقريبا شيف، بس حطينا هون مع الفيليه السمك حليب مثل ما ذكرت. ايه هون نقعناه بالحليب للفيليه السمك. نعلم قدمنا ننقعه تقريبا. تقريبا بدنا ننقعه شيء حوالي ساعتين. بنحطه بالبراد او بنضل؟ لا اكيد بدنا نحطه بالبراد. اوكي. اكيد يعني كل شيء سمك او اللحوم او بس بدنا نتبلها بدنا نحطها بالبراد. فبنرجع بنلطه طحين لحتى ما يفرط معنا، نحن لطينا طحين حطينا له زيت زيتون وعم نشوي. اوكي، لكن شايف تقريبا صار كل شيء جاهز، رح اتركك تخلص على مهلك. أوكي. ورح نروح لعند ساشا وضيوفها. انت صبية على عتبة ال 30 وهل بتنتظري هالانتقال من مرحلة إلى أخرى بحياتك بحماس أم تشعري بضيق وبمرور الوقت بسرعة؟ موضوع بنناقشه اليوم مع الاختصاصية بعلم الاجتماع دكتور نبال أميوني. أهلا وسهلا فيك دكتور أميوني. أهلا فيكي. وبتنضم لنا المدربة الرياضية زيزو عبد الله. أهلا وسهلا فيك زيزو. أهلا فيك، كيفك؟ كثير قوية. طبعا عن جد قوية. رح نحكي أكيد بتفاصيل لقائنا اليوم، كيف ممكن السيدة تحافظ على رشاقتها وتوصل لهالمرحلة بطريقة وتكون قوية. وتكون قوية. اكزاكتلي. دكتور أميوني، ماذا تعني هالمحطة بحياة أي شابة؟ هذه مرحلة انتقالية، يعني عمر الثلاثينات أكيد مرحلة انتقالية من عمر الشباب، من المراهقة الشباب عمر الثلاثينات بعدين أربعينات خمسينات. يعني نحن بنعرف الإنسان بيمرق بمراحل عمرية متعددة بدءا من الطفولة المراهقة، بعدين كل عقد زمني أو كل عشر سنوات بنصير نخصصه بمرحلة بصير فيها تغيرات على مستوى الفيزيولوجيا أو على مستوى شخصية الإنسان ونفسية الإنسان، وهذا الشيء رح نحكي فيه. بس هون بدي هيك أعطي ملاحظة صغيرة، إنه في عنا نوعين من الأعمار، في عنا العمر الفيزيولوجي وفي عنا العمر الزمني للإنسان وللمرأة خاصة. العمر الزمني هو يلي بيبدا من تاريخ الولاده، العمر الفيزيولوجي هي صحه الانسان او صحه المراه او البنت يلي هي بعمر الثلاثينات قديش قادره انها تحافظ على رشاقتها على صحتها. وهذا اللي بنعترف فيه يعني. نعم. نحن بعد ما صرنا عندي نحن عندنا هلا مرحله، مش هيك انا مركزه معك كثير منيح لنعرف شو قد ايه بتاثر، وهل هي عن جد في لها تاثير سلبي ام ايجابي عند الشخص او معقول تمرق مرور الكرام؟ لا بالعكس، هو تاثير ايجابي. ليش؟ لانه بهالعمر
المرأة بتصير أنضج سواء تزوجت أو ما تزوجت، بتمرق بتجارب عاطفية، بتجارب شخصيتها الاجتماعية بتتبلور، بتتعلم، إذا تعلمت بتصير تشتغل، أو إذا ما تعلمت كانت ربة منزل، أكيد تجارب الحياة بتعلمها، فبالتالي هيدا بيعطيها نوع من الثقة بحالها أكثر، بتصير شخصيتها أقوى. من ناحية تانية الخبرات والتجارب بتعطيها وعي، بيعطيها وعي خلال حياته، قيمة للحياة أكثر. يعني المراهق ما بيعرف قيمة الحياة، ما بيعرف كيف ينبسط، ما بيعرف قديش هالثمينة، فكل ما بتكبر المرأة كل ما بيصير عندها نضج ووعي للحياة، وبتصير تعرف تنبسط أكثر بالحياة وكيف تزبط حالها أكثر، بشرتها، رشاقتها، شعراتها، بتصير تعرف شو بدها وبتعرف فعلا تنبسط، ويعني she can enjoy life، تستمتع بالحياة. صحيح، فهيدي مرحلة أنا بعتبرها مرحلة كتير إيجابية للمرأة، على العكس ما البعض بيفكر انه انا كبرت انا بدي بلش خاطر، هو بعد في 30 سنه لقدام، غير هودي 30 يلي حتى يبلش الانسان شوي يحس بالكسور اذا فينا نقول، او القوه الجسديه او العقليه الى اخره. القوه الجسديه زيزو كيف بتبلش بهالمرحله؟ من هون، من العقل. من العقل. حلو. ارادتك، ارادتك هي اللي بتخليك انت شو بدك بالحياه. بالعمر من 20 سنة 30 سنة الفتاة أو المرأة تتعرض لكثير ضغوطات بالحياة، بعرف هذا الشيء كثير منيح، وخاصة بالمجتمعات الشرقية، إنه أنا بدي أكون قوية، أنا لازم أكون قوية لأنه الحياة تطلبت مني هذا الشيء. بس بنفس الوقت عندك مجتمع إذا أنت كنت إنسانة قوية إنه مسترجلة، إنه عفوا لا ماني مسترجلة، أنا إنسانة بدي أفرض حالي بهيدي الحياة، أنا مثلي مثل الرجل، مش بكل شيء طبعا، بس يلي بدي أعمله أنا بدي نفس عن طاقات السلبية يلي بتعرض لها بكل الضغوطات، يعني بالشغل مع الأولاد مع العائلة. وأنت بتعرفي كثير منيح إنه نحن، يعني أنا مني وعلي أنا إنسانة كثير حساسة، بس بالسبور ما بشوفوني هيك، بالسبور بشوفوني إنسانة قوية. ليه؟ لانه عم نفس، عم شيل هذا الستريس من جواتي. فانت اذا كنت عن جد حابه تقوي بالحياه، سبور، رياضه طبعا، سبور. رح ننتقل نحن وياكم ونشوف ريبورت اعدته زميلتنا نانسي قربان، ومن بعده بنحكي بكل تفاصيل موضوعنا. عقبال النجاح وعقبال الشهادات الاعلى، خلصنا المدرسه، خلصنا الليسانس، وهلا بالماستر، تنشوف شو بعد فيه. اما انا فبطل وقت شهاداتي، صاروا يقولوا لي عقبالك ونقشعلك بما انه صار عمري 30. اذا بلغتي سن الثلاثين من عمرك مثلي، فانا متاكده انك لاحظتي الفروقات التي تفصل بين هذا العمر والذي مضى. الفروقات والتغيرات تمر غير ملحوظة، وأخرى تكون جلية وواضحة. شو السر اللي فيك كل يوم أحلى من يوم؟ دخلي؟ ما حتطلبي غير سلاد؟ انه ايه سلاد؟ شو مفكرة جسمي بعده بيحرق دهون مثل جسمك؟ ايه بس سلاد. لا أعني بالتغييرات الجسدية فقط، بل تنقلب الأدوار وتكثر المسؤوليات. ليكي نانسي؟ شو نانسي؟ ايه حبيبي، شو رايك تروحي معنا؟ لوين رايحين؟ رايحين لوحدين أنا والبنات. أي ساعة رايحين؟ صوب الساعة، بعد شي ساعة ساعتين. ما فيي روح. ليه؟ لأنه إحدى الماما عند موعد الحكيم. ما في حدا غيري؟ لا ما في. شو
روحوا ان شاء الله بتنبسطوا. ثانك يو. أنا فخورة على ما أنا عليه اليوم بقدر ما أفتقد لحياة العشرينات، فلكل سن مميزاته. الله بس أنا بتهمنا أفكارنا يا نانسي يا كارولين، شو عملتوا فينا بحرب بكاش فرحمونا. بس أنا بحبهم بالعشرين. عشرين انت لا ليش 18 بالعشرينات يعني ليه سلطة؟ شو يا زيزو شو رايك بالريبورتاج؟ لا ليه سلطة بس حرام يعني ما عم تاكل. لانه بالفعل هيك بنفكر انه بتحسي مع التقدم بالسن جسمك بيتغير، يعني شوفي صورك قبل بسنتين قبل بسنه غير جسم ميتابوليزم. فيكي تاكلي تشيكن، فيكي تاكلي ميت، بس اكيد يكون جريلد يعني مش مشويين، مش انه مع بطر وفرنش فرايد. فيك تستخدمي يعني فيك تاكلي اذا بس مش قد الحرم يعني، بس لا سلطه انا ما في عيش هيك صراحه. يعني هن عم بيجربوا يوصلنا بالتقرير يمكن هذا التغيرات انه بصير في مسؤوليه يمكن اكثر، بس هذا شيء ايجابي انا بشوفه. ليش؟ لانه بتصير تعرف تعتني بصحتها. يعني الفاست فود يلي بتحبيه. يا بعد عندي 5 سنين انا لا فيك تمرق النهار فاست فود باي ذا واي وتشيبس وهالقصص، يعني اذا بنقرا دراسات عنا كثير بتضر بالصحه. فالمراهق وبالعشرين او الطفل اذا اهله مش منتبهين بياكل اشياء منها صحيه ابدا، يعني بالعكس لما بتصير بالثلاثين يعني هي عم بتحافظ على صحتها اكثر من انه يعني المظهر الخارجي، المظهر الخارجي طبيعي حيمرق بمراحل، بس قديش بتحافظ على رشاقتها من خلال الرياضه، نوعيه الاكل، يعني في عنا انواع اكل ترجع بتجدد الخلايا والبشره، ما راح نفوت فيها يمكن مش يعني المجال الشيء اللي بدي احكي فيه، بس انا اللي بعرفه انه كل مرحله بحياه المراه هي مرحله حلوه كثير، خاصه كمان لما بتتحول لمراه لام او لسيده اعمال، حتى لو ما كانت مزوجه بتصير تنتج اقتصاديا، تتكل على حالها، بتصير الحياه بس ما بيصير عندها خوف مثلا؟ يعني يمكن تبطل تاكل مثل الاكله اللي كانت تاكله بالعشرينات لانه بيكون عندها خوف انه رح يتبشع جسمها، رح هيدا الشيء يمكن بياثر عليها على شخصيتها، على المعامله كمان مع الاخرين. نعم اللي عم بتقوليه صحيح، بس هو للاسف منه من ثقافة بلدنا. يمكن المرأة الغربية تنتبه على رشاقتها وصحتها والرياضة. نحن اليوم يعني من بعد ما صار في تحول بثقافة الإنسان هالعشر سنين أو 20 سنة بلشنا نتطلع نحو الرياضة والتغذية وشو بدنا ناكل، بينما في كتير نساء للأسف بمجرد ما تتزوج أو تصير بالثلاثين تهموا الحالة، بتبلش تهموا الحالة، أنا شو بدي بالدنيا، بتختير حالة ايه قبل ما هي تكبر قبل ما فعلا بفكرة يمكن مزبوط. بالعقل من هيك مثل ما ذكرت زيزو. بدنا نذكر كل اللي عم بيتابعونا الصبايا بالعشرين ام بالثلاثين لازم تتواصلوا معنا اكيد لنعرف اكثر كيف استقبلتوا يمكن مرحله الثلاثين، بما انه موضوعنا بهالفقره من خلال الارقام رح تمر امامكم على الشاشه هيك بنتلقى اتصالاتكم مباشره وتتواصلوا معنا. شو بتشارت 683-0011 الله عين عليك بعد ذكرتنا منيحه. دكتور اميوني نحكي شوي عن نظره المجتمع، باني ذكرتي كمان بهالمرحله يمكن ممكن تصير ام هالصبيه، تصير امراه متزوجه. طب اذا ما قطعت يعني ما تزوجت ما تعرفت على الشريك المناسب بتحس يعني انه خلص صارت بعمر خلينا نقول انه عانس. ايه صحيح نظره المجتمع على الاقل قد ايه تشكل ضغط. نعم هو مفهوم العانس يعني تحول بهالايام، خاصة انه مثل ما كنت عم بحكي قبل شوي انه صار في عندنا تغيرات على مستوى التفكير، على مستوى الثقافة الاجتماعية. من زمان او لحديث اليوم ببعض الضياع مثلا بلبنان او بعض المجتمعات العربية اذا البنت بتقطع العشرين هي عانس، اذا بتقطع 20 او 22 سنة بتتزوج ب16 و17 ولد وبتجيب ولد فولد بربي ولد الى اخره. فالبدي اقوله اليوم هالانفتاح التعرف على المجتمعات الغربية من خلال وسائل الاتصال الجماهيري او السوشيال ميديا بين مزدوجين، هون معلش بدي اقول شغلي انه
موضوع العلاقات الاجتماعية عبر الانترنت إلى آخره. أنا بكرة عندي توقيع كتاب مع زميل دكتور استضفته قبل دكتور كلود عطية. حيكون بالميسكادور كفرحاتا صغرتا برعاية وزير الثقافة بلبنان. فهي الدعوة عامة للمستمعين وللكل. فهالتحول هيدا الاجتماعي عم بيحول بنظرة الناس تجاه المرأة. إذا صارت اليوم ما حدا بيتزوج بالمجتمع الغربي قبل 30 سنة. اي فحتى تحقق ذاتها، حتى تختبر الحياة، حتى تعرف شو بدها حالها يعني، وتعرف يعني تختار شريك حياتها. يعني نحن بنشوف يلي بتزوجوا بكير كثير منهم نسبة كثير عالية بيفشلوا بزواجهم. ليش؟ مع انه بدنا نحكي كمان عن نقطة أساسية، يعني بعمر 30 تنضجي أكثر بصير خيارك صعب. هيك صح. هيك بنسمع، رح نحكي أكيد بهالنقطة. بس بدنا ناخذ اتصال من سلمى من الجزائر لما نطول كثير على المشاهدين. نعم. يسعد لي مساك يا سلمى. هاي سلمى. هلو سلمى. هاي سلمى، شلونك؟ الحمد لله تمام، انت كيف؟ تمام الحمد لله. شو يا سلمى، 20 ولا 30؟ لا مزيد 29. يلا يا سنة عالبيت. موضوع رهاب زواج، الموضوع اللي له علاقة بالموضوع السابق ببيروت، رهاب الزواج شاركت فيه. شو يعني انا مهم الحكي في هذه المرحله، ومام انا عندي اخواتي اكبر مني، واحده 35 وواحده 32 زوجات، فما كان عندهم مشكله مع عمر 30. وكيف كيف انت حاسه حالك؟ رح يكون عندك مشكله ولا كيف عم؟ انا والله عادي، ما عندي مشكله في العمر 29 ولا 30 ولا اكبر، ما عنديش مشكله مع العمر. تعملي سبور يا سلمى؟ عم تسألك ضيفتنا زيزو. ما يعني ما بعمل سبور، بس امشي. لا لازم نبلش حركة انه مشي. اوكي بس فينا نزيد الدوز شوي، بلش يعني جوجينج، هرولي شوي شوي. انا ايه عم نسمعك سلمى. عم تسمعيني سلمى؟ انا نقول لكم برنامج رائع جدا، وكملوا في هذا الوقت، وان شاء الله تبقوا انت ونيفيل وساشا وبلال في التقديم. ثانك يو يا سلمى، شكرا لتواصلك معنا الدائم بكل فقره من فقراتنا ببرنامجنا. دكتور اميوني، كنا عم نحكي كمان عن نقطه انه نظره المجتمع قد ايه بتكون كمان تؤثر على الصبيه. طب انه وصلت لها العمر وما عندها مشكله مثل سلمى، كيف اجمالا لما بيصير في وعي لامور الحياه اكثر، لما البنت بتشتغل ولما البنت بتصير منتجه اقتصاديا، وهيدا عامل كثير مهم، انه بس تطلع مصاري وتبلش ترتاح اقتصاديا صار عندها استقلاليه عن الاخر. اذا يعني ما تزوجت معناتها هي ما بتعيش الخوف، بمعنى انا مين بده يعيشني، كيف بدي اخذ سبورت من حدا، من الوحدة إلى آخره. فالإنتاجية الاقتصادية بيعطيها نوع من دعم نفسي طبعا. وبدي أشير إسا لموضوع أهم، أنه نحن مجتمع بعدنا عنا العيلة. يعني أنا اليوم ما تزوجت بس أنا عندي أختي، إذا زعلاني بروح لعندها بخبرها شو بني، أو عند خيي أو أهلي. فبالتالي العيلة هي بتنوب إذا بدنا نقول على المستوى النفسي. أكيد في عوامل تانية جسدية وولادي ولاد وتأسيس عائلة كمؤسسة اجتماعية ما بتتوفر إلا مع الرجل، ولكن إذا ما صارت بطلت آخر الدنيا مثل قبل، لأنه قبل البنت ما كانت تتعلم، أو لحديت اليوم ببعض المجتمعات الريفية خاصة بقول ريفية ما عندها استقلالية تقليدية، ما عندها هالاستقلالية وهي بحاجة للآخر، فما عندها مشكلة، بتقوى شخصيتها، بتاخذ بوست يمكن بشغلها، أكيد ونظرة المجتمع بتختلف يعني لإلها، بتشوفها حدا ناجح ببطل تشوفها مرأة عانس ايه لما تكون ما عندها شريك. بس كمان الشباب بخافوا منها بهيدي الحالة. نعم ايه. ايه رح نتابع الاتصالات. ومعنا دعاء، مساء الخير دعاء. مساء الخير دعاء، تفضلي. الو مساء الخير. مساء النور، اهلا وسهلا، تفضلي. انا بحبك يا استاذه كثير، انت ونفين وبلال ونانسي، ومتابعه برنامجكم كل يوم. يا دعاء، ونحن كمان بنحييكي.
ومنحيي كل اهل ليبيا. تفضلي دعاء. بحبكم كثير. شكرا. دعاء 20 25 ولا 30 ولا وحده منهم؟ انا عمري 28 سنه. العمر كله 28 سنه عم بتحدث. يلا كيف حنستقبل ال 30 يا دعاء؟ بالعكس هذا احلى عمر عندي ومساواه، دائما بحس اني 8 عمر ال 20 وال 30 كثير حلو العمر. حلو. الوحيده ماما اللي عامله لي عقده في البيت، بس بتقول لي ضروري ما تتجوزي، كل ما اكمل عيد ميلاد 26 او كذا لازم تتجوزي. 27 تتجوزي. حلو. رح نحكي عن هالموضوع مع الدكتور اكيد اذا بتحبي. بتحبي توجهي اي سؤال للدكتور دعاء؟ اي بحب اعمل رياضه، بحب امشي الجيم وبروح بحب امشي. برافو. يعني وانا نحيفه يعني من سنين بحرق سعرات حراريه كثيره. بس تعملي ويت تريننج؟ تتمرني اوزان؟ بين من صوتها سبقتيني يعني رياضة ومرحة ومبسوطة. دكتور أميون مثل ما ذكر الدعاء، ضغط يعني المقربين كمان لقليك، ضغط الأم الأب أنه لازم تتزوجي و... نعم هذا شيء طبيعي لانه مشكله كمان على الصبيه الى حد ما. ايه مشكله يعني اذا هي بدل عيشي البنت مع اهلها وبتكبر وبتتزوج اكيد بيرجع قديش هالاهل هني تقليديين اما لا، قديه هالمجتمع تقليدي اما لا. يعني مثل ما الام هي عملت مؤسسه وجابت اولاد وجابت اولاد، فبدها بنتها اكيد تتزوج وتعمل كمان مؤسسه اجتماعيه حتى بينها وبين حالها ترتاح. انه لانه في بحلقه ماضيه اذا بتتذكري نيلينا حكينا عن الشخصيه الاجتماعيه كمان. صحيح. ما بتكمل شخصيتها الاجتماعيه الا لما بتتزوج برجل. صحيح. فهيدي بيرجع لل يعني العقليه الاجتماعيه يلي هي سائده اليوم ويلي عم تتغير. هي حقيقه كمان. هي حقيقه وهي شيء يعني شعور طبيعي عند كل ام اكثر من البي. بالعكس يعني انا بعرف بي طول عمره بيقول لي بتتعلمي بتخلصي شهادتك بتشتغلي بتفكري بالزواج. صحيح. امي من نفس التفكير بس وصلت لمحل انه خلص بقى يعني خلص تزوجي حتى انبسط او افرح فيكي. اكيد هون البنت كل ما بتكبر كل ما بيصير عندها وعي للحياه، وعي للانسان، بيصير اصعب مثل ما عم تقولوا قبل شوي لانه بتصير تقدر تميز بين الشيء اللي بيريحها وشيء ما بيريحها. بتصير تفكر بنفسها اكثر. صح بتصير انانيه. طب بس ما يعني هيك ما رح تلاقي الشريك اللي يصعب قرارها. لك لازم تنازل شوي. تنازل شوي يمكن واحد يلاقي ما بعرف. انا قلبي بيقول لي اني حلاقي قريب. انا لا. لا يمكن دائما لما الصبيه تفكر بطريقه انه قد ما نجحت وقد ما وصلت بالنهايه بدها شخص يكون حدا ولازم تتزوج هون بتجي يمكن تنازلات او بعض التنازلات قد ما كانت ناجحه. ليك بالنهايه هيدي مسيره الحياه. صحيح. اذا بدك واحلى شيء الاولاد كنا عم نحكي بالموضوع انا وياك انه الواحد الخمس ست اولاد العائلة العائلة ما عاد حدا اليوم بقى يجيب بلا انا بالمستقبل ان شاء الله. يلا ان شاء الله خير نسرح فيك يا عروس ان شاء الله. ناخذ اتصال من الجزائر. مساء الخير. ردي ردي اسمعي. السلام عليكم ساسا. وعليكم السلام. انا راضية اخت سلمى. اوه يا راضية. سافا ساسا؟ سافا. اليوم العائلة كلها عم بتشاركنا ببرنامجنا ببيروت، حكيت عنكم سلمى. احنا من المتابعين برنامج ببيروت وراكم ناجحين بزاف ونحبكم ونحبوكم بزاف بزاف سخت انتي ساشا. ثانك يو راضية ونحن نحبك بزاف. لك الله يطلعك على خير. شكرا. راضية وانا انتوكا انا عندي 35 سنة وانا متزوجة. اوكي. نعم. ومتزوجة؟ نعم متزوجة. ما فهمت. متزوجة وانا يعني تزوجت على عمر 28 سنة. تزوجت بعمر 28 سنة، اوكي. اوكي. كان عندك مشكلة بمرحلة ال 30 مثل ما انه عم نحكي بهالفقرة عن هالمرحلة عند السيدة؟ نعم فقط. بس كنت بال 28 وتزوجتي وصرنا بال 30، هالمرحلة الانتقالية كان عندك مشكلة معها؟ في شيء تغير عليكي؟ مشكلة؟
لا، وانا بعمل سبور وبمشي وما عندي مشكله بعمر ال 30 ولا ال 20 مثل اختي سلمى. نعم بنحييكم يا راديه جميعا وسلمى والكل، ثانك يو لتواصلكم معنا. حلو نكون ايجابيين. اكيد معقول هون يعني البيئه الاهل أكيد. التربيه نعم هم اخوات بنفس البيت كلهم عندهم مشكله إيه؟ يعني هذا بيرجع للمجتمع اللي عايشين فيه والاهل. بس هون اشاره صغيره كنت عم تساليها ويمكن ما قدرت سمعتك انه شيء تغير من 22 و35. في دراسه امريكيه حوالي 2000 امرأة ورجل بتتوصل انه نسبة كبيرة منهم بيشوفوا المرأة او المرأة بتعتبر حالها أكثر نضجا على المستوى الجسدي والمستوى النفسي بالوقت ذاته. وهذا شيء بيشير للشيء ما بدي أقول الدور الإيجابي للعامل الإيجابي، لأنه الوحدة عم تكبر وصحتها منيحة عم تنضج عم توعى على الدنيا. وبعتقد ما لازم تزعل البنت أبداً إذا وصلت لمرحلة الثلاثين أو الأربعين، لأنه بالعكس هي بعدها صبية وبعدها منتجة، طاقتها الفكرية الجسدية ممكن تحافظ عليها من خلال اليوم بهالمجتمع الواعي صار للصحة وللعوامل النفسية وتأثيرها والأكل إلى آخره. فهذا الشيء المفروض إنها تستغله لإلها حتى تجمل حالها. وعلى فكرة هيدي هالصورة النموذجية والنمطية للمرأة بالأعلام، المرأة يلي هي موديل، مش ضروري البنت تكون موديل، كل مرأة كل بنت عندها من عناصر ما يكفي من عناصر الجمال بشكل أو بآخر، مش ضروري تكون مقاييسها على السنتيمتر الخصر والطول ما بعرف شو، لا بس بمجرد هي ما تهتم بحالها بمجرد ما تكون إيجابية ونفسيتها حلوة هالشيء بيعكس على وجهها وبيعطيها نوع من الجمال الاجتماعي والجسدي تجاه الآخرين. وهون بس بدي أضيف شغلة صغيرة إنه لما تعمل سبور الستريس بيروح، شو بيجي بداله؟ هرمون الفرح، هرمون السعادة، الطاقة. طيب يلا خلينا نعمل قولي لنا هالهرمونات حد السعادة بس ما فيك تعملي معي بحكي لك تجازي حالك زيزو بس تصيري ريدي وبركي ناخذ نصيحة منك أخيرة دكتور أميوني هيك بهالمرحلة تحديدا. أول شيء بدي أقول لك الله يخلصك بخير وإن شاء الله بتجيبي بنت حلوة كثير، وعادة بمجتمعنا بيقولوا إن شاء الله بتجيبي صبي، أنا بقول لك إن شاء الله بتجيبي بنت لأنه هي أكثر شيء بتدوم لأهلها. وفي كمان لا بنتين اسم الله عم كثر البنات بالمجتمع اسم الله شيء حلو كثير. لا ما في يعني شيء حكينا فيه قبل وما بدي ارجع كاريره لجهه الرشاقه وال الصحة، انه البنت تعتني بحالها وتنبسط بحالها لانها صارت ناضجة وتشكر ربها انه وصلت لعمر 30 وما سخنت. يعني اليوم قد ما بنشوف في امراض وقد ما بنشوف يعني ناس بتموت بعمر الشباب، بالعكس تستغل الحياة قد ما فيها، الحياة كثير حلوة وتعرف انه الحياة غفلة بس لها معنى وتستغل قد ما فيها وتنبسط. يس ثانك يو كثير دكتور نزار على كل النصائح اللي عطيتينا اياها، ما تتاخر علينا دائما بنشوفك. ما انا بعد يعني 12 سنه كثار على اساس انا 18 رح اشوفكم قبل ال 30. شكرا كثير لحضورك معنا، رح ننتقل لعند زيزو ونشوف اي نوع رياضه رح تعمل لنضل حاسين حالنا صغار وما يكون عندنا هواجس. اكيد من بعد ما نكون عملنا وورم اب من 10 ل 15 دقيقه بنبلش مثلا فينا نبلش بلانك. بلانك هي من اهم الاكسرسايز من اهم التمارين للمعده للكور كله للشولدرز للتشاست بلس للترايسبس اللي هي من ورا. اذا بدنا نزيد الدوز شو بنعمل؟ بنعلي اجر، بنعلي ايد، بنعمل سويتش. And then إذا ما نرجع نقوم شو بنعمل؟ ما بننزل على الركب، نجيب رجلين عندنا and we go up. أهم أشياء لازم ننتبه لها كثير منيح لما نكون عم نعمل planks إنه أنا فيني أعمل من هون ل 3 weeks لثلاث أسابيع فيني أعمل 3 sets، يعني بعمل let's say من 10 ل 12 ثانية أول set، كمان بريح بين كل set وست 20 ثانية أول 3 weeks برجع بزيد الدوز. فيني أنا بعدين انتقل لحركة ثانية اللي هي الالبوز.
كمان بنرجع بعمل بلانك البوز 1 2 3 4 5 برافو اند جامب اب. بنرجع للحركه الثانيه اللي هي الهاند ستاند. الهاند ستاند من اهم الحركات للفور ارمز. بكون انا بدي كثير عصب قوي، يعني بدي اكون كثير قويه. هاي الحركات ببلش فيها من بعد تقريبا 3 اشهر. منيحه للكور، منيحه للتشاس، منيحه للسي كمان. اذا بدي انا اعمل لها كومبينيشن مع الكارديو، يعني بعمل هاند ستاند ذن قوم بعمل جامب اب. بدي شو اس بليز. اوكي، الحركة الثالثة هي كمان بنعمل سكوات. سكوات هي من أهم الحركات للجزء السفلي إذا بدنا، للدريان، للإجرين، بلس للمعدة. بلش بعمل أدابتيشن على السبورت على هاي الحركة لخلال 2 ويكس لأسبوعين، من بعدها بلش أحمل ويتس. شوي شوي بزيد الويتس. كمان بليز ننزل، هون حنعمل بوش أب هلا مع سكوات. تعطيني اول اجر بليز. اورايت نبلش. وي جو داون اب داون اب داون اب. لاست وان فيري جود اكسلنت برافو. هذه الحركات هي بتكون نفس الشيء مثل ما قلنا بوش ابس للجزء العلوي بلس انا سكوات. سو لازم اكيد نعمل ويت تريننج. ثانك يو. ثانك يو زيزو، يعطيك العافية وشكرا على هالحركات الصعبة شوي كثير. دعيني شوي قليلة مع الإعلان وبنرجع بنتابع بقية فقرات ببيروت. خليكم برفقتنا. تقدم حفلات فبراير الكويت 2015. جانا فبراير فبراير قلنا له سلام. في 26 من مارس الفنان رابح صقر. وتصدقني نسيت من شوقي اني نسيتك. الفنانة نجوى كرم. الصخرة بنيت انك بيتك حرم لي بنيت اللي بيت. والفنان ابراهيم الحكمي. من عرفته وهو لحاله ما شفت سكه وحيد. والفنان اسماعيل مبارك. شلون قلبي كبير عاشق كثير ماله. في 27 من مارس الفنان ماجد المهندس. امشي خلص قلبي خلص غالي جنت حبك رخص خلص خلص. الفنانة إليسا. كل غالي هون يا حبيبي فداك ويهمني ايه غير اني معاك. والفنان مطرف المطرف. لبيه يا فؤادي. والفنان أيمن الأعتر. جثتك تفاجأت وشرق كل شيء توقعت لأن على مسرح صالة التزلج الكويت. أبو وديع كتير اشتقنا. أنت فاكر إني هضيع مش حعيش ولا يوم من بعدك. مختارات رائعة من أجمل ما غنى السلطان. صرت كل الناس علشانه. أبو وديع صبر وراضي علي نسيني وروحي فيه. حاليا في الأسواق. ناري وله في قلبي ليلي وسهري وحبي. قريبا برنس الغناء العربي ربي عطاني ماجد المهندس. عزاك الحب حبيبي والغرام افترقنا ونلتقي رحت ربي خلاك قلبي محامي لك. أربع روائع جديدة من إنتاج روتانا.
أسبوع جديد من المنافسة بيبدأ هلأ بتوب 14. سنتعرف على أجمل 40 أغنية عربية عم بيتنافسوا على المركز الأول. نفتتح التشارت هالأسبوع مع أغنية المركز الأربعين. الأغنية اللي احتلت المركز السابع لهالأسبوع. أما بالمركز الأول لهالأسبوع ما تنسوا تتابعونا لنرجع نتذكر سواء أجمل الأغاني اللي عم تتنافس على التوب 1. انطرونا. توب 40 تلاتة الساعة 7 المساء على الـ LBC. دايما الجواز بيعتبروه حاجه مش رومانسيه. انا بعتبره قمه الرومانسيه. استمتع بكل لحظه بقعدتنا بالشاي بالعشاء. وهذا الوقت بحسه انه هو مهم لالي ومهم لالهم انه نكون سوا. اللي نحن مستمتع فيه كتير مع أصحابنا وخلفنا. الأحد الساعة 7 المساء على LBC. الأولى ولأي بلد انتمت لازم تتأيد بقواعد أصول وبروتوكولات تصل حتى إلى طلتها وطريقة لبسها. رح نحاول نحيط بهالموضوع من ناحية الاتيكات والموضة مع ضيفتنا خبيرة الاتيكات سلام سعد. نطرناك كتير نحن وصدين فيك. نرجع نحيك عن جديد ومحررة الموضة سارة مرتضى. أهلا وسهلا فيك سارة. كيفكم؟ الحمد لله. أنت جود؟ جريت. تمام. سلام، هل نخضع السيدة الأولى تمارين وتدريبات مكثفة بالأصول والقواعد؟ ايه أكيد بيخضعوا كل السيدات الأوائل أو السيدات الأولى بالعالم لا أتيكيت خاص وبروتوكول إذا بدك. هلا البروتوكول ما كتير بيخضعوا فيها لأنه بكل مكان بيكون في ناس بالتشريفات بيخبروهم، يعني مثلا اذا رايحين تشوفوا الملكه اليزابيث لازم تتصرفوا 1 2 3 4. بس اصول الاتيكيت كلياتهم بدهم يخضعوها. هلا البعض منه بيكون اوريدي هو عنده شويه بيس، والبعض الاخر لا بيكون بده شويه دفشه، ولكن كلياتهم بيخضعوا لدورات بالاتيكيت وحسن التصرف. ودورات مش بس بسيطه، يعني دورات تشمل كل شيء، تنتقل من اتيكيت المحادثه لللباس للاطلالات للمصافحه. حلو. لكل هالامور. نعم. طب كيف بتهتم بمظهرها الخارجي؟ بمظهرها الخارجي بتخيل بيكون في عندهم ستايلست او فاشن ديزاينرز خصوصي لهم، وهون بنركز بالاتيكيت، بتركز عليهم كيف بدهم يقدروا يختاروا اللباس بحسب الاطلاله. يعني البروتوكول والاتيكيت بيكون مقسم للمناسبات الرسميه شيء والمناسبات الخاصة شيء، والألوان اللي لازم يلبسوها. وبنلاحظ أنه أغلبهم بيركز على ألوان رسمية نوعا ما إلا بالسهرات الخاصة فيهم. طب شو المسموح وشو الغير مرغوب فيه؟ المسموح بحسب المناسبة اللي رايحين عليها. يعني رايحة سيدة أولى تفتتح عمل خيري بتلبس شيء محدد، ولما تروح على سهرة بتضم عدد كبير من الرؤساء بيكون شيء آخر. يعني مثلا إذا بدك لما يفتحوا الأعمال الخيرية ممنوع يلبسوا كتير ملابس جدا فاخرة، وممنوع يلبسوا كتير حلي أو مجوهرات حتى ما يبينوا عم بيعملوا خير، ولكن بنفس الوقت بيكونوا لابسين هالأمور كلها.
بيركزوا اكثر كمان اذا بدك على الوقت اللي عم يفتتحوا فيه، يعني رايحين نفتتح شيء الصبح بنلبس غير بعد الظهر وغير بالسهره، بيتركز على الاوقات والمناسبات. واللبس لازم يكون محتشم، دائما محتشم بالاتيكيت. في لباس رسمي، وسيدات الاولى دائما لباسهم رسمي، واللباس الرسمي بيقول ممنوع نلبس شيء اقل من تروكر اذا بدنا نلبس، البلكمام يعتبر غير رسمي الا بالسهرات، يعني لباس السهره ممكن نلبسه ولكن كصوره رسميه ممنوع يكون بالنص، كان ممكن يكون تروك او كم نوعا ما شوي طويل. هلا بالسهرات صار شيء ثاني، وكمان بيخضع لامور السهرات عمر السيده الاولى، يعني في سيدات اولى بيكونوا صغار بالعمر لباسهم نوعا ما ممكن يكون اكثر مش تحافظ مثل او محافظ مثل السيدات الاكبر بالعمر. هالشيء اذا بدكم نشوفه بميشيل اوباما، ميشيل اوباما يقال انه هي من السيدات الصغيرات بالعمر، عشان هيك نوعا ما بتحاول تكسر البروتوكول، وبكل اسف تطلع دائما خاطئه او ميشيل اوباما بكسر البروتوكول، ولكن العمر بيحدد كمان. طيب قد ايه فيها تكون مرتاحه بلبسها الجينز، الالبسه الرياضيه، الحذاء الرياضي، حتى اذا لبستهم في قواعد معينه لهم؟ القواعد بتقول انه حسب المناسبه، يعني مش مقبول تلبس لباس كثير رسمي وتروح تحضر مباراه فوتبول عم تشجع فريق بلادها. ولكن بنفس الوقت في ايمج، في صوره مظهر خاص للسيدات الاوائل، يعني انا اذا شفت رئيس جمهوريه لابس لباس غير محتشم او غير لائق بمكان رسمي ما حيكون مزبوطة الصوره، متناسق يعني مش مزبوط. فبالتالي اذا رايحين نحضر ماراثون او اي حدث رياضي بدها تكون لابس شيء قريب له، ولكن السيده الاولى بالذات عندها صوره خاصه لازم تحافظ عليها، هي الوقار الدائم والكلاسيكيه نوعا ما باطلالاتها. من ناحيه الازياء والموضه ساره، شو المواصفات السيده الاولى؟ السيده الاولى مفروض اول شيء مواصفات طلتها تحافظ على التقاليد وتراث بلدها بطلتها، هي نمبر 1. يعني مثل ما قلت قبل شوي اول شيء في عندنا الحشمه، هي رولز ممنوع يعني اي حدا كانت سيده اولى انه تغض النظر عنها، مفروض تكون كلاسيكال، اغلب اطلالاتها كلاسيكال، بس مش معناتها انه ما تكون ترندي وما تتبع صحيح. الموضه، لانه هلا نحن صرنا ماشيين بوقت السياسه والموضه ماشيين ان باراليل مع بعضهم، دونك يعني مفروض تكون كلاسيكال وترندي بشكل محتشم، ومفروض يعني تراعي المناسبة اللي رايحة عليها مثل ما قالت مدام سلام. طب سارة، شايف الفستان مثلا فيها تلبس شيء محتشم ولكن الشيب ببين لها شيب جسمها، ولا هذا الشيء كمان ضيق او في قصة معينة؟ شيب الفستان شو ما كان، المهم يكون اذا كان محتشم ولو مبين لها تفاصيل جسمها، اذا كان جسمها بيلبق له المهم تنقي شو بيلبق لجسمها. مش يكون عندها كثير تفاصيل بارزه بجسمها وعم تلبس فستان محتشم بس كثير ضيق، لانه رح يبين غلط على جسمها. يعني فيك تجيبي شيب ببينك حلوه ويعني ما بيمنع انه تطلعي باطلاله مش مضبوطه. صحيح. في عندنا مجموعه من الصور ساره وسلام هيك بنعلق عليهم تباعا عن سيدات الاوائل ان كان بالعالم العربي ام حتى بالعالم. شيخه موزه. شيخه موزه يعني بيعتبروها اسطوره بالفعل، فاشن ايكون صح. لا. لانه محتشمه كلاسي بتتابع البراندز كلها، اصلا العائله المالكه صار لها اسهم بفالنتينو مثل ما عرفنا، ف يعني بتلبس كل اللبس. بعدين الحلو بالشيخه موزه انه التربان خلته يصير ترند صحيح، يعني عملت الحجاب مودرن صح. هون سلام شو رايك بالاطلالات، اطلالات الشيخه موزه قد ايه بتكون راقيه دائما؟ دائما بصراحه انا عندي ليستا باكثر السيدات العرب اناقه، واتفقنا مع ساره اذا بتسمحوا لنا شنهار نحكي عنه. الشيخه موزه من اوائل السيدات العرب يلي فعلا لمعت صوره المظهر والاناقه عند النساء خاصه. كسرت التقليديه ولكن ظلت ضمن التقاليد، يعني الشيخه موزه اللي بشوفها بيعرف انه هيدي ست عربيه، ست محجبه ولكن ضمن اطار كلاسيكي جميل راقي بواكب الحضاره. الشيء الاخر كمان اللي بيساعد الشيخه موزه انه دائما باطلالاتها عم تعرف تختار اللباس للمناسبه اللي عم تكون فيها. باللباس اللي عم نكون فيه بكل المناسبات عم تكون فعلا خير مثال لنا، ودائما عم بتكون ايكون، يعني اللي بيعمل ريسيرش على العائلات المالكه او على الامير او السيدات الاوائل دائما بيطلع له الاكثر اناقه، بيطلع له الشيخه موزه. اصلا مجله فانيتي فير الانترناشونال اعتبرتها احلى من اكثر السيدات اناقه. هلا بنشوف نكست، يعني رح نشوف الكوين رانيا. كوين رانيا كمان شيز فيري كلاسيكال،
ما بتحب المبالغة أبدا، بتحب الستيل سامبل، وبنشوف بكل صورها إنه فيري سمبل، كتير ناعمة. والكوين رانيا مزجت بين الأسلوب الشرقي والأسلوب الغربي بالفاشن، صحيح هذا الحلو فيها. كوين رانيا تعتبر من أصغر وأجمل ملكات العالم، هيدا بحسب The Guardian وأغلب المجلات الأوروبية، لما يختاروا الملكات العالميات الأجمل ملكة دائما الكوين رانيا تكون موجودة، والأصغر عمرا، هي أصغر ملكة حاليا. مميزة بأسلوبها الشرقي الجميل الأنيق، ومميزة أيضا بأنه هي عم تحط أسس لخطوط الأتيكيت بالعالم العربي والغربي. يعني لما نعطي بالدورات ونقول قديش لازم يكون طول الشعر الماكسيموم للسيدة، بنقول لهم بطول الشعر، تعطوا مثال كوين رانيا حتى عالميا، لما نكون عم ندرب ونقول اكثر شيء طول ممكن مسموح فيه للسيده بالاتيكيت، بنقول طول شعر الملكه رانيا، لانه هي كمان الاطول شعرا بين الملكات والاميرات. اوكي، طب الاظافر ما حكينا عنهم، كيف الاظافر؟ اذا بتلاحظوا ما في مبالغات، ما في ستراس عم تلمع، ما في الوان فاقعه، ما في الوان فوسفوريه، الوان جميله، وما في الوان، وما في اصابع مكسره، يعني في الوان محترمه ومرتبه. اغلب الالوان الحمراء عم نلبس، مع انه الكلاسيكيه عم بيقولوا انه لازم يكون الالوان جدا فاتحه الا اذا كنت عم تعتني فيهم. اذا بتلاحظوا اغلب اظافر السيدات الاوائل ما كثير فيها الوان براقه، بعضهم كلاسيكيات، ومنن طوال، ممنوع الطول، اوكي، لانه الطول بيعيق بالعمل وبالحركه. ميشيل اوباما، ميشيل اوباما اكثر سيده اولى تعرضت للنقد عالميا بسبب طلاتها، لانه عندها سوء اختيار بالاطلالات. اولا بتحب الكالرز اللي كثير فاقعه، ومن مواصفات الاناقه السيدات الاوائل انك تعتمدي الوان هاديه كلاسيكيه، ابيض، رمادي، كحلي، روز باستيل. يعني بتشوفي هلا بالصور هون فستان احمر، ناكس بتشوفي فستان نيلي، بتشوفي اصفر، بتحب الالوان اللي كثير صارخه. ما مفروض في صور لها، اذا بدكم شي نهار بنحكي عنها، انه ميشيل اوباما خلطه للالوان عم بيكون جدا غريب، بنلاقيها لابسه اصفر على احمر على اسود، خلطه الوان غريبه. في شيء اخر كمان ما عم تنتبه له، انه هي عندها كتاف عراض، وباغلب لباسها عم بيكون مكشوف الكتاف. فعلا مثل ما قالت ساره، ميشيل اوباما اكثر سيده اولى حطمت بالاتيكيت والبروتوكول، وتنتقد بشكل، لدرجه انه احد الصحفيين بامريكا ودي لها ثانك يو مسز اوباما، عم تخلينا ما يكون في عنا ماده نكتب عنا. فبالتالي يعني في مناسبه بتكون متواجده متواجده فيها، بتقولي انه يعني بالاتيكات يمكن ما لازم ينلبس صحيح. هيك يعني ينبس. اخر مثال، اخر في مثالين فينا نحكي عنهم، يا ريت كنا جايبين الصور. اخر مثال لما اجت عزت بخادم الحرمين الشريفين الله يرحمه الملك عبد الله، كانت لابسه لباس لا يلبس، ازرق ملون الى ما هنالك، وكان اخذ ضجه انه كيف ممكن حدا يعزي بجلاله الملك بهيك ملابس. واللباس الثاني كمان اللي اخذ كثير ضجه كبيره، لما كانت لابسه كاكي شورتس وتيشيرت وجينز ونازله بشكل غير سوق بيت ما بتلبسه. بلس ميشيل اوباما ما بتروح، في عندك براند رويال يعني اوسكار دي لا رنتا فالنتينو، هولي بتلاقي كل السيدات الاوائل موجهين عليهم، بتلاقي ميشيل اوباما كثير موجه على ديزاينرز ريدي تو وير اكثر. مش مفروض هالشيء. اوكي، رح نتابع اكيد بالصور، ولكن اسمحوا لنا ننتقل مع زميلتنا دلال وبرنامج سيدتي لنشوف شو مخصصين من فقرات لحلقتهم لليوم. مسيكي بالخير. مساء الخير نيفين، ومساء الخير كمان لك يا ساشا، وتحيه طيبه من برنامج سيدتي لفريق عمل ببيروت. اليوم في سيدتي فقراتنا متميزة ومتنوعة، سيكون لنا وقفة خاصة بمناسبة اليوم العالمي للكلى، كمان نستضيف الفنان والعازف الجيتار عمر الخليفة، وكمان عندنا مؤسسة أول حاضنة للمصممين والمصممات الأزياء في السعودية، والكثير من الفقرات المميزة التي تهم كل مرأة عربية، ومنها فقرتنا الأسبوعية سوبر كوكينج مع الشيف إلي سعادة. تابعونا بعد قليل على روتانا خليجية لمزيد من التفاصيل. شكرا، منحييكم ويعطيكم الف عافيه. منتابع مع الصور سلام وساره مع السيدات الاوائل ان كان بالعالم العربي كيت ميدلتون ام حتى بالعالم. كيت ميدلتون، كيت ميدلتون يعني بعد ما صارت سيدة اولى ملكة، هالقد عندها محبه جمهور كثير كبيره. صحيح، قريبه من جمهورها كيت ميدلتون، كان بالفاشن وكان بتصرفاتها، مشان هيك بحبوها. فينا نعتبرها انه اخذي ستيج سايد بالستيل تبعها، بتلبس كلاسيكال حلو. ايامات دخلت الجينز مع بليزر، انه هي بعدها جان، وهون عم نشوف الاحمر. صح، يعني لابسه احمر، بس ليكي قد ايه مثلا الهات اعطتها ستيل رويال.
البولكا دوتس لابسه هون يعني ستيلها حلو. المشكله بكيت ميدلتون انه حاولت انه يصير في مقارنه بينها وبين الليدي دي الله يرحمها ديانا صح، ف ما في مجال للمقارنه لانه كانت فاشن ايكون الليدي ديانا بكل معنى الكلمه بوقتها. وقت ما كان في حدا فاشن ايكون كانت هي تعمل الترند. فمش بس ستيل كيت ميدلتون يعني بيرفكت. صحيح. كيت ميدلتون بتخلينا نقول انه مش ضروري نكون كثير او نقول انه اذا مشينا تقليديين او رسميين رح نكون اوت اوف فاشن، لا فينا نكون على الموضه ولابسين لباس تقليدي ورسمي بشكل اساسي. وبنلاحظ كمان بهالصوره انه ما بتتخطى البروتوكول نهائيا، اكثر الاشخاص بيقولوا انه معقول لبسي قصير، البروتوكول والاتيكيت ما عنده مشكله بالمناسبات الغير رسميه يكون اللباس اربع اصابع فوق الركبه، وكيت ما في نهار تخطط هالقواعد، يعني عم تلبس ترندي وعلى الموضه ولكن بعدها محافظه على التقاليد والبروتوكولات المتبعه بالعائله. بدي اسالكم عن الهيلز، قد ايه لازم يكون؟ هل مسموح يلبسوا كعب كثير عالي؟ او بالاتيكيت في قاعده لطول كعب عند السيدات اللي بيقول انه ما لازم يكون اطول من 7.5 سنتيمتر، يعني اذا بدكم طول هالاصبع، يعني ممنوع السيده تلبس كعب اطول من هالاصبع، وممنوع يكون اقل من 2.5 سنتيمتر، يعني ممنوع يكون اقل من زرده اصبعنا، فبالتالي فلات ممنوع، ما حدا بيلبس فلات بالرسمي، وما بينلبس اكثر من 7.5 سنتيمتر. ممنوع يلبس دوبل الشمال. صحيح. الا بالسهرات، السهرات الرسمي، السهرات يعني البول رومز واتسترا ممكن، ولكن باماكن العمل وبهيك مناسبات بنكون لابسين 7.5 سنتي. اوكي. كارلا بروني. كارلا بروني من منصه عرض الازياء لقصر الاليزي دغري. كارلا بروني اول ما طلعت قالت انا ما بعرف شو بدي البس. كسيده اولى لانه انا ماني معوده على هالستيل، توجهت دغري مباشره على دار كريستيان ديور وصارت تلبس كل شيء كلاسيكال حرير هيك، مشيت على الخط ونجحت بس كثير. بس عم شوفها لابسه فلات. ايه هون طويله كثير، بس قالت لانه ساركوزي اقصر من جوزها. ايه طويله اقصر من جوزها، ولكن انتقدت كثير على طول فستانها كبروتوكول عم نحكي مش كشخص. يعني ما خدعوا كانهم لدروس كانهم ما خدعوا هي ميشيل اوباما لدروس خاصة بالاتيكيت، يعني نوعا ما. مثلا هون حذاء مفتوح بالبروتوكول والاتيكيت ما بنلبس، ما بتلبس السيدة الأولى حذاء مفتوح إلا إذا كانت على البحر أو بيكنيك. فبالتالي لا، كانت كمان اثنيناتهم من الأشخاص يلي كسروا النمطية. أطول من في حال أطول منه بده يقبلها، هو أخذها طويلة يعني ما في أكثر من هيك، لازم يكون عليه تاخذ 2 سنتيمتر. أوكي. ما كثير رح يعطوها هالطول أكثر، يعني ما في هالفرق، بس ما فيها تلبس 12 سنتيمتر ولا 7، بتلبس 2 سنتي بس مش فلات أو بطح. اوكي. بعد في كم سؤال نسالهم بعد البريك، بلكي نحن وعلى التيستينج انتم باقيين معنا، ورح نروح فاصل ومن بعد الفاصل فقره التيستينج مع الشيف حسين عبد الستر. اكتشف عالما جديدا من الترفيه التلفزيوني مع ماي اتش دي على عرب سات. ماي اتش دي تمنحك اكبر عدد من القنوات عالية الوضوح في المنطقة. شاهد 46 قناة اتش دي مشمولة مع جهاز الاستقبال لمدة سنة فقط مع ماي اتش دي. احصل على عرض ماي اتش دي هيوماكس موفر 50% بالاضافة الى 3 أشهر مجانية من خدمة التلفزيون حسب الطلب من سيليفيجن. لا تفوت هذا العرض، اسرع الى المحلات التالية اليوم. روتانا تقدم حفلات فبراير الكويت 2015 في 13 من مارس، الفنان عبد الله الرويشر. ليه مر الحلو يولع الشارع، ليه مر الحلو. الفنانة شبح السوق. والهنا والهان انا يا ناس والهان. الفنان وليد الشام. هذا والفنان جابر الكاسر. أحبك حب يا مجنون لكن ما أقدر أحكي. على مسرح صالة التزلج الكويت. ما أدري
عايشين خلونا نسمع وش بيقول. خميس ومالي خلق ازعل مهما تستفزوني، خميس ومالي خلق ازعل انا فوق السحب هناك شوفوني. رابح صدق كسر الدنيا غيابك من غلاك، كل شيء انطاح من فوق وتكسر. 30 اغنية يا حبيبي وحياك قلبي والقلوب الشقا وياك ابد لا يهمك ما كثير في مجالة. عودة الكبار دائما بحجم الحدث. البوم اوجه المعنى للفنان رابح صقر حاليا في الأسواق. إنتاج وتوزيع وفوق 30 أغنية، 8 أغاني فقط على iTunes.com. أتوقع كذا أبو صقر وروتانا عداهم العيب. حفلات مارس 2015 في البحرين. روتانا تقدم في 24 من مارس الفنان رابح صقر. وحياك قلبي والقلوب الشقا وياك. والفنانة نهوى لحبر اسمك عالبندي ودقوا بالحبر الهندي. في 27 من مارس فنان العرب محمد عبده. في عيني اللي منع من الورد غسان. في فندق آرت روتانا أمواج جزيرة أمواج المنامة. أهم شيء والدنيا بتساع الكل قريبا. من ببيروت واكيد سلام سليم سعد ذا تريبل اس بعد معنا وساره مرتضى معنا كلنا وشانا وساره كمان شانا وساره. انا بقول بدهم شي 5-6 ايام بيصيروا معنا وبدنا ندعي الشيف حسين عبد الستار لنشوف شو حضر لنا. اذا بدك شيف ساعدك يلا اوكي. اذا بدك مصومه رح سكبناه هون خلصنا يعني. ثانك يو سو ماتش. هلا هول مشويين ولا مقليين؟ مشويين. منيح يعني بينفع للدايت لانه عامله دايت سلام كل خمسه. اذا بتحب شيف بشكل سريع تقول لنا كيف حضرت هالطبق. الفيليه سمك مونيير، شوينا الفيليه سمك للثانيه طحين وشويناه بطويه او فينا على الجريل بطريقه كثير صحيه. كمان كوسه وجزر كمان شويناهم شوي ما سلقناهم، وبطاطا كمان سلقناها وشويناها. البطاطا لازم نسلقها لحتى تستوي معنا. أوكي. اذا حطيناها وشويناها دغري ما رح تستوي معنا. كمان عطينا شوي مزبوط البروكولي كمان عطيناها معه صوص مونيير. اوكي. زبده وعصير حامض وكريم فريش وملح وبهار ابيض. يعني هيدا نحن اليوم قدمنا طبق كثير صحي عنده قيمه غذائيه كثير عاليه وفي جميع الحصص الغذائيه. والسالد كمان فنش سالد قدمنا معه صوص ليمون ماسترد مايو ماسترد وحامض كمان ملح وبهار ابيض خس ايسبرغ وخس الرصفور رح ندوقهم والبالميتو. شكرا كثير شيف، ان شاء الله نرجع بنشوفك عن قريب. ثانك يو كثير ساره مرتضى لحضورك معنا. شكرا على كل النصائح سلام. دائما بقول لك بس تجي هيك بتضيفي ما بعرف في شيء بتضيفيه ما عم بقدر على كنستك تحميكي. ثانك يو ميرسي كثير، ان شاء الله بنرجع بنشوفك عن قريب. انا وساشا بنودعكم وان شاء الله بنرجع بنشوفكم بحلقه جديده بكره. ما تنسوا تتابعونا عبر فيسبوك تويتر وانستغرام. باي.